ألف شكر لحضرتك. خلاص هنبدأ دلوقتي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبين استعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية طبعا بحب أشكر بيم أريبيا على الاستضافة، وطبعا بشكر المهندس عمر والمهندس محمد أشرف، وطبعا كل العاملين على المجلة وعلى المؤسسة، وطبعا بشكر كل المهندسين والأساتذة اللي سبقونا في محاضرات سابقة قبل كده. النهاردة هنتكلم عن موضوع هو خاص بتطبيقات البيم في الانفراستراكشر. طبعا أنا بعتبر تطبيقات البيم في الانفراستراكشر هي من المواضيع اللي ما تمش دراستها بشكل كبير، وتعتبر المواضيع المظلومة في مجال الدراسة. احنا النهاردة هنتعرض لبداية أو مقدمة إزاي إن احنا بنبدأ نطبق تقنية البيم في الانفراستراكشر بشكل عام، وإزاي إن احنا نقدر نستفيد من البيم في تحسين خصائص المشروع بتاعنا. عناصر المحاضرة الأولى هتبقى عبارة عن مقدمة لمدخل البيم وتطبيق البيم في الانفراستراكشر. هنبدأ عبارة عن رقم واحد، هي مقدمة للبيم. طبعا أنا عارف إن البيم تم دراسته بشكل كبير وتم التعرض ليه بشكل كبير في عدد من المحاضرات السابقة، ولكن إحنا هنتعرض في الموضوع ده إلى توثيق. هتبقى محاضرة بالنسبة لنا عبارة عن توثيق لمنهجية تطبيق البيم في الانفراستراكشر. لذلك يهمني إن أنا أبدأ من البداية خالص وأتكلم. الحاجة الثانية إن أنا هبدأ أتكلم يعني إيه البيم فاليو فور انفراستراكشر، إيه هي قيمة تطبيق البيم في مشاريع البنية التحتية. الحاجة الثالثة هنبدأ نخش في تطبيقات البيم ابليكيشن، ودي طبعا زي ما احنا قلنا هتبقى مجموعة حاجات عبارة عن تقريبا خمس أو ست نقط. في الخمس أو ست نقط دول تقريبا احنا بنخاطب خمس أو ست تخصصات في مجال الهندسة المدنية. ايوه شلون اسمع حضرتك؟ الصوت واضح كده؟ اه صوت واضح، حاول بس عليه بس سنه صغيره. طيب اوكي. تمام، هنبدا دلوقتي مع بعض في الجزء الاول هو خاص بالمقدمه. طبعا زي ما مهندس عمر تفضل واتكلم عن المحاضر. مهندس ايمن قنديل، اتخرجت من 2008 جامعه المنصوره، وبعد كده اشتغلت في مجال الانشاءات. اللي ما يعرفنيش انا اصلا تخصص انشاءات او تصميم مباني، وبدات بالفعل من 2008 او 2007 ببعض الشروحات خاصه بالريفت والروبوت والايتابس والسيف وهكذا. وصراحه كان الشغف بتاعي معظمه في مجال المباني او تصميم الانشاءات. وبعد كده بدات في الماستر، والماستر حتى بتاعتي كانت في الهاي ريزيدنشال اريا او في التول بيلدينج، ودرسنا الداينامكس وهكذا. وبعد كده بعد فتره وجيزه التحقت بالقوات المسلحه كضابط، قعدت 3 سنوات، ودي كانت من احد النقط اللي غيرت مجال حياتي تماما، لان انا دخلت في هيئه المهندسين في مجال البنيه التحتيه او في الطرق. بعد كده بعد 3 سنوات من الخدمه في الجيش، بعد كده التحقت ببعض الشركات ومنها الى السعوديه. حاليا 8 سنوات في المملكة، بشتغل حاليا في الهيئة الملكية في ينبع كمهندس مراجعة أو ريفيو انجينير، ومن البيم تيم اللي حطت الكود الخاص بالار سي في مجال البيم. وهنحاول النهاردة إن شاء الله إن احنا نشارك بعض الخبرات الخاصة بالبيم أو بالهندسة المدنية بشكل عام. هتبقى المحاضرة عبارة عن دردشة ما بين زملاء وليست محاضر لزمايله. لو هنتكلم عن ايه هو البيم او وات از ذا بيم، البيم هو عباره عن دراسه او اداره لعمليات اداره المعلومات الخاصه بالمنشا، سواء في مرحله التخطيط او في مرحله التصميم او في مرحله التنفيذ
أو حتى في مرحلة إدارة المنشأة. إزاي بنقدر نحصل على بيم موديل؟ في الحقيقة البيم موديل هو عبارة عن مجموعة من السمارت أو انتليجنت أوبجكت. مهندس عمر الصوت واضح كده؟ ألو؟ مهندس عمر؟ أيوة شو مهندس واضح. طب يا ريت نقفل الصوت بس لأن في الباك جراوند صوت. طب اتفضل شو مهندس، معلش أنا آسف. بعد كده هننتقل الى ما هو المقصود بالبيلدينج. واتكلمنا قبل كده ان بيلدينج مش مقصود بيه ابدا بناء او مبنى، والبيلدينج قد يكون اي نوع من انواع المنشآت سواء كوبري او استاد او بريدج او حتى شبكه انفراستراكشر، فده هو المقصود بكلمه بيلدينج او بناء. فالبيلدينج انفورميشن موديلنج مش مقتصر ابدا على المباني، وده اللي احنا هنشوفه خلال الكورس، ان في تخصصات كتيره جدا ممكن نشتغلها بالبي اي ام ونستفيد منها، وبالتالي هتضيف لينا فوائد كتيره جدا في المشروع بتاعنا، وخصوصا لو كان المشروع ده انفراستراكشر. طيب احنا دلوقتي بنخاطب الناس اللي لسه لحد الان ما تعرفش يعني ايه بيم، او عندها لغط او اختلاف في مفهوم البيم. البيم كل واحد شايفه من وجهه نظره، في بعض الناس لسه شايفاه على انه سوفت وير او ابلكيشن، وبعض الناس شايفاه على انه مانجمنت او طريقه للاداره فقط، ولكن هو كومباينيشن. وزي ما احنا شايفين العنوان بتاع المحاضره النهارده اللي هو بيم ابلكيشن، انا ما قلتش مثلا بيم مانجمنت، لان البيم مانجمنت هي بروسيس مختلفه تماما عن البيم ابلكيشن. والناس اللي درست اداره مشروعات او درست بي ام بي هتلاقي اي نوليدج اري احنا درسناها كان فيها عباره انبوتس وتولز وتكنيكس outputs. التولز هي الأداة اللي انت كنت بتشتغل بيها العملية بتاعتك او بتمانج بيها النولج اريا بتاعتك. هنا البيم نقدر نقول عليه التول اللي احنا هنمانج بيها المشروع بتاعنا، وليس هو الإدارة نفسها، هي التول اللي احنا هنشتغل بيها. فالتولز دي طبعا بتجمع شوية حاجات زي السوفت وير وزي البرامج اللي احنا ممكن نشتغل بيها والأدوات اللي ممكن نعتمد عليها والتقنيات الجديدة، كل ده يندرج تحت كلمة applications. احنا النهاردة عايزين نعمل ايه؟ النهاردة عايزين ان احنا نقفل الاختلاف على ما هو تعريف البيم، او يعني ايه كلمة بيم. لسه لحد الان ناس بتقول بيم وناس لحد الان بتقول بيم وبين وهكذا. احنا في البدايه عايزين نعرف البي اي ام هو بيلدينج انفورميشن موديلنج، او نمذجه معلومات البناء، او تبادل معلومات البناء بمعنى بسيط اثناء مراحل المشروع مختلفه. تراديشنال واي لسه معظم الناس دلوقتي حاليا لسه شغال بيها، حتى مع وجود برامج زي الريفت ووجود برامج زي السيفل 3 دي، الا ان الحلقه الانتقاليه بتاعت المعلومات ما زالت في بينها وبين بعضنا، ما زال في حواجز او ما زال في اقسام معينه لازم حلقات نمر من خلالها. وفي الحقيقه ان من خلال التنقل من مرحله الى اخرى بيحصل عندنا نقص في المعلومات او فقد في المعلومات information gap، وبينتج عن الكلام ده طبعا ان انا بعمل بعض rework او بعمل بعض المجهود لاعاده استعاده المعلومات دي ثاني او التحقق منها. طبعا الشكل اللي تحت اللي انا شايفه قدامي ده، احنا جمعنا كل ستيك هولدرز، سواء الستيك هولدرز دول عباره عن ديزاين انجينير او ماركتنج او برودكشن او ايا كان، بنجمع الناس دي كلها مع بعض على تيبل واحده ونقعد نتكلم مع بعض ازاي نقدر ان احنا نحصل على افضل ريزلت من التصميم. الشكل اللي احنا شايفينه ده هو نفس اللي احنا شايفينه قدامنا هنا، الكيرف الازرق والكيرف الاحمر. الكيرف الاحمر زي ما احنا شايفين بيبدا عندنا مرحله البلاننج، مرحلة البلاننج إلى مرحلة الديزاين،
ثم الكونستراكشن ثم المينتنس. زي ما احنا شايفين في مرحلة البلانينج بنبدأ نحط الفكرة بتاعتنا ايه اللي هي البيزنس كيس بتاعت المشروع بتاعنا، وبعد كده بيبدأ الناس بتاعت البلانينج بتسلم الفكرة او الكونسبشال ديزاين الا الناس الخاصة بالديتيل ديزاين. ولكن طبعا نتيجة تسليم المرحلة دي من الى بيحصل هنا information gap او فقد في المعلومات، بنبدأ احنا نجمع معلوماتنا تاني عشان نوصل لنفس المستوى اللي كنا فيه قبل كده. هنا المثلث ده احنا فقدنا فيه وقت وفقدنا فيه طبعا فلوس، لان الوقت في الاخر بيترجم الى فلوس. طيب نفس الكلام هنا، عشان اتنقل من الديزاين انا خلصت تايب سي واديتها لمرحلة التنفيذ، يجي الراجل بتاع التنفيذ يلاقي فيه بعض المخططات ناقصة او بعض الموديل غير مكتملة، يحصل كوردينيشن تاني، وطبعا كوردينيشن بياخد وقت، وعشان المشروع يطلع تاني بنفس الكيرف حصل هنا برضو جاب، وهكذا الى مرحلة الاوبريشن والمينتنس. اللي احنا عملناه اللي احنا لو جبنا الناس دي كلها مع بعض واشتغلت كلها مع بعض في وان تيم، مش هيبقى ديزاين تيم بقى، نقدر نقول عليه بروجكت تيم، واخدنا رأي الراجل بتاع المينتنس ايه اهم المشاكل اللي بتقابله دايما في مرحلة الصيانة وازاي نقدر نتجنبها، واخدنا الراجل بتاع الكونستراكشن ايه هي الليسون ليرند من عندك ان احنا ممكن نستفيد بيها في مرحلة التصميم، واخدنا الراجل بتاع التصميم اللي دايما بيتجنب اخطاء التصميم وبيحل الكلاشات، وقعدنا كل ده مع الراجل بيحط الفكرة التصميمية. هنطلع بالكيرف اللي باللون الازرق ده، طبعا الشاشة ما عادش باين منها حاجة، باللون الازرق ده، وهنحصل منه على avoid للinformation gap. تمام، الناس معايا كده؟ اي حد يكتب اي واحد او اي حاجة؟ الناس اوكي سمعاني؟ الصوت اوكي؟ طيب تمام. طيب نفس الكلام ده بقى بس بصورة اخرى. زي ما احنا شايفين ده traditional design process ودي integrated BIM او البيم التكاملي. ايه اللي كان بيحصل في البداية؟ في البداية انت كنت بتشتغل تصميم وبعد كده تنفيذ، تيجي تنزل بقى الموقع تصطدم بايه؟ الواقع. اللي هو ايه الواقع؟ عندك ماسورة خبطة في خط غاز، عندك ماسورة خبطة في قاعدة خرسانية، عندك شوية مشاكل بتحلها في الموقع. بنرجع بقى للناس نقول لهم يا جماعة انا عندي هنا مشكلة، احرك ايه وايه الاحسن؟ طبعا بتبقى تكلفة ووقت، وبيترجع عنه تأخير في المشروع، وطبعا زي ما احنا قلنا اي وقت بترجم الى فلوس. طب البيم عمل ايه بقى؟ البيم لما الناس دي كلها قعدت مع بعض في المراحل الاولى، نقلنا كل الايفورت هنا، فاتنقل الكيرف الخاص بالماكسيموم كوست او الماكسيموم اوف ايفورت بتاع المشروع، نقلناه من مرحلة كريستا او القمة من الكونستراكشن الى الديزاين. هو ده الشكل اللي احنا شايفينه هنا. الايفورت لو انت نقلته من الكونستراكشن الى الديزاين، طبعا تكلفة اي حاجة داخل التصميم هي عبارة عن ورق او تعديل في موديل او ميتنج اضافي او غير ما انت تنزل الموقع وتكسر او تعدل في حاجة تم تنفيذها. وهو ده العلاقة ما بين الability to control او القدرة على التحكم في الكوست والكوست اوف ديزاين تشينج، لان اي حاجة ممكن تتحكم فيها في بدايتها، فانت البداية عندك اكبر ما يمكن وبتقل تدريجيا الى الاوبريشن مينتنس. لو عملت اي تعديل في المشروع انت ممكن تغير المشروع كله، لكن لو انت لسه في مرحلة الورق وعندك قدرة كبيرة جدا، او مرحلة التصميم عندك قدرة كبيرة جدا انك تحط افكار وتغير لانك لسه في المراحل الاولى. على العكس تماما في الكوست اوف ديزاين، انا هنا بغير فبطبع ورقه جديده، بعمل ميتنج، بقعد مع الناس، بشير موديلز، كل ده كلام بسيط. لكن لو وصلنا مرحله اللي انت خلصت الكونستراكشن وحبيت ان انت تغير، طب اي تعديل بقى دلوقتي هيخليك تعيد من الاول، طبعا هنا الكوست هيبقى عالي جدا جدا. فده الفرق ما بين الترديشنال والانتجريتد، ده اللي احنا عايزين نوصل له وده اللي احنا عايزين نتجنبه. طيب الفرق البسيط والشكل اللي احنا شفناه قبل كده كتير جدا مع بعض في بيم اريبيا ومن خلال زمايلنا، ايه الاختلاف ما بين الكاد او ال 3D موديلنج او البيم بشكل عام؟ لو افترضنا ان احنا بنتكلم دلوقتي عن الاوتوكاد والريفت وليكن، هنلاقي ان الاوتوكاد
او الكاد كمبيوتر ايدد ديزاين، هو بيعتمد على خطوط. الخطوط دي بتبقى عباره عن 2D او 3D، والخطوط دي لو بنتكلم على مثلا شكل مكعب هو عباره عن مجموعه من الخطوط، ولكن الخطوط ليس لها اي خصائص غير الشكل واللون، ولا تحمل اي معلومات خاصه ب ممكن استخدامها داخل المبنى. على العكس في حاله استخدام البيم، انت بتتعامل مع سمارت اليمنتس، يعني الباب معروف اللي ده باب، ممكن تحدد خصائص بتاعته، الماتيريال بتاعته، المفصلات بتاعته، السبلاير بتاع المفصلات دي اسمه ايه ومكانه فين، الكونديشن اللي هيركب اسمه ايه ومكانه فين، عدد الادوار يعني ايه دور، وممكن اكتب عدد الادوار وليكن مثلا 3 ادوار، مثلا ارتفاع الدور 3 متر، فهو بيحس على طول اوتوماتيك بالمعلومات دي وبيترجمها الى حاجه اقدر انا اشوفها واحس بيها. طبعا ممكن استفيد بالكلام ده في اي معلومه دخلتها في مرحله، احنا اتفقنا اللي فيه 1D و2D الشكل اللي على الشمال ده. طب لو دخلنا له البعد التالت، هنا بدانا نتكلم في مرحله 3D موديلنج، ده بدات ادخل له التايم، تعمل المانجمنت للتايم والكوست، ال 5D و6 الجرين او السستينابيلتي، وبعد كده اللايف سايكل او البعد السابع الخاص بالبيم. طبعا كل ده هنتعرض له، ولكن اللي احنا عايزين نقوله هنا في الشكل ان احنا تحولنا من دمب جرافيكس الى انتليجنت اوبجكت. طيب البيم نقدر نقول عليه هي وسيله او لغه للتعامل ما بين فريق العمل في المشروع، ولو قدرنا نحقق ان بيئه العمل بتعمل بنظام البيم، احنا هنوفر كتير جدا من الميس كوميونيكيشن اللي بتتم خلال المشروع، وبالتالي هنوفر جزء كبير جدا من التكلفه والوقت اللي كنا بنضيعه في عمليه فهم وجهات النظر المختلفه والميتنج ما بين الاطراف الخاصه بالمشروع. طيب لو عدنا نفس الكلام تاني بس بشكل اخر 3D، قلنا هندخل معانا نتكلم على ال 3D موديلنج، ودي ميزه كانت تقدر تقول عليها موجوده في الكاد ولكن مش محسوسه كسمارت اليمنتس، دلوقتي بقت سمارت اليمنتس في البيم. وبعد كده لو دخلت عنصر اداره الجدول الزمني، مثلا عندك جدول زمني معمول بالام اس بروجكت او البريمافيرا، تقدر انت تدخل الكلام ده عندك في البيم وتعمل سيميوليشن وتدرس اي مرحله او اي فتره من فترات المشروع نسبه الانتاج المتوقع فيها قد ايه واللي انت وصلت لها دلوقتي، وتعمل مونيتور على التايم. نفس الكلام بالنسبه للكوست، اقدر اعمل استيميشن لان عندي هيبقى اليونت برايس لكل اليمنت، عندي 100 عمود في المشروع، عندي 100 قاعده، القاعده تكلف كذا، المتر المكعب بتكلف كذا. انت بتتكلم مع سمارت اليمنت، فاي حاجه هتدخلها داخل الموديل لها يونت برايس، تقدر بسهوله تطلع حصر للكميات، والحصر بنترجمه لكوست. وتقدر طبعا اثناء مرحله المشروع لو بتتكلم على التنفيذ، تقدر تعمل مونيتورنج للتكلفه بتاعتك حسب الجدول الزمني، هل انت above budget او انت على البادجت او انت below budget، يبقى انت في الحاله دي تقدر انت تعمل مونيتورنج للكوست. طيب ال 6D، وبيتجه العالم دلوقتي الى sustainability نتيجه طبعا نقص الموارد وزياده عدد الافراد، فال sustainability هي القدره انك تحافظ على موارد الاجيال القادمه مع عدم التاثير على حياتك او احتياجاتك الحاليه. ففي السستينابيلتي دخل كبعد سادس في البيم ان احنا بنختار العناصر اللي بنشتغل بيها، بنختار الماتيريال اللي تحقق السستينابيلتي للمنشا او المدينه بشكل عام، وده اللي احنا بنتعرض له في الكورس اللي احنا حاول نطلع بيه سستينابل سيتي او السستينابيلتي في السيتي كامله وليس في المبنى فقط. طبعا السيفن دي هو محصله لكل اللي احنا حصلنا عليه دلوقتي، ان احنا عندنا اداره للوقت، اداره للكوست، اداره لحتى ال 3D والسستينابيلتي، بينتج عنه طبعا ان احنا بيحصل عندنا تحسين في اداره الفاسيلتي مانجمنت اثناء مرحله الاوبريشن مينتنس، بقدر ان انا اتحكم في الكوست اللي كانت بتحصل عندي نتيجه الاوبريشن مينتنس. طبعا زي ما احنا عارفين ان لو
عندي خطأ حصل أثناء مرحلة التصميم، الخطأ ده بيكلفني $1، الخطأ ده هيكلفني في التنفيذ ممكن $100، ولكن في مرحلة Operation Maintenance ممكن أفضل أعاني من الخطأ ده مدى الحياة، فقد تتضاعف هذه التكلفة. إذن الـ Operation Maintenance أو الـ Facility Management عنصر مهم جدا في مراحل البيم. الناس تعلق كده بواحد عشان أتأكد إن الناس وصلها معلومة بشكل كويس. الناس ما تنامش لأن المحاضرة شيقة إن شاء الله وطويلة يعني، فالناس كده إيه؟ أيوة تتفاعل، أوكي. نكمل إن شاء الله مع بعض. طيب دلوقتي زي ما إحنا قلنا 3D Modeling، أنا هنا حبيت إن أنا أحط شكل على شكل أحد أنواع الـ Infrastructure وهي الطرق، لأن الكورس بتاعنا موجه بشكل كبير إلى البنية التحتية. هنا لو دخلنا معانا عنصر التايم زي ما اتفقنا، بنبدأ إن إحنا ندخل الجدول الزمني ونربطه بالمشروع بتاعنا عشان نشوف مراحل التصميم المختلفة. وبعد كده في الـ 5D بنبدأ زي ما إحنا شايفين عندنا الـ Infrastructure بتاعتنا أو البارت ليست بتاعتنا، بنقدر ان احنا في كل منهل بنحطه او كل ماسوره بنحطها نقدر ان احنا برضو نرفقها ببعض اليونت برايس او التوصيف للتكلفه. ده طبعا برنامج الانفروركس بيفيدني الكلام ده في ايه، بيفيدني ان انا ممكن اعمل شبكه بنيه تحتيه في خلال 5 دقائق واحسب لها تكلفه، قد تكون تكلفه دقيقه الى حد كبير، وبقدر طبعا اعتمد عليها مثلا كانيشال كوست او في دراسه مشاريع في الاول وهكذا. طبعا لو التصميم بتاعي معتمد وبعد كده دخلته على الانفرا وركس تاني مفيش مشكله خالص ان احنا نحسب بالكميات دي، حاجه هنشوفها ان شاء الله بالتفصيل. زي ما احنا قلنا هنا السستينابيليتي، انك تعمل بالانس ما بين احتياجات الناس وانك تحقق برضه البروفيت، وفي نفس الوقت الريسورسز في البلانيت بحيث انها ما تاثرش على احتياجات الفيوتشر نيدز او الفيوتشر جينيريشنز. فاسيليتي مانجمنت واتكلمنا عنها. طيب البيم لايف سايكل، طبعا بنبدا من مرحله الفكره او الكونسبشوال ديزاين مرورا بالديتيل ديزاين ثم الاناليسيس دوكيومنتيشن فابريكيشن كونستراكشن والاوبريشن والمينتنس. طيب في حاجة برضو الناس بتتعرض ليها كتير وبنسمع عنها لكن لسه لحد الآن في ناس بتعرفش عنها حاجة. طبعا في ناس معنا أساتذة في الموضوع ده وفاهمين الموضوع ده تماما، يعني إيه إحنا برضو بنحاول نجمع ما بين الاتنين. قلنا هنتنقل من مرحلة الـ 2D. في ناس تقول لك الكاد هو في الحقيقة مش بيم، وفي الحقيقة الكاد هو عبارة عن بيم ولكن بيم في ليفل زيرو، أوكي؟ فاحنا عايزين نتنقل من الليفل 0 اللي هو تقدر تقول عليه 2D CAD الى ليفل 2. وفي الحقيقه ان ليفل 2 بدا من 2016 ومتوقع ان ليفل 3 يبدا دلوقتي يتنفذ في الفتره اللي احنا فيها، ولكن على الاقل نبقى احنا وصلنا الى الليفل 2. الفرق بين ليفل 1 وليفل 0 ان احنا دخلنا معانا عنصر 3D، بدا يحصل تحسين شويه في ال 2D CAD الى 3D CAD، بدأنا نشوف الموديل زي في شكلها 3D. وفي 2016 بدأت بعض الدول بشكل إلزامي تستعمل البيم في مشاريعها، زي شفنا دبي بتلزم جميع المقاولين لو زادت تكلفة عن حد معين أو زادت ارتفاع الأدوار عن حد معين بتطبيق البيم. بعض الحكومات زي UK مثلا بدأت اللي هي تعمل الكلام ده بشكل إلزامي. وطبعا بدأنا نشوف بعض الحكومات في كثير من الدول بدأت دلوقتي تتجه ان يبقى عندها كود في البيم وبدأت ان هي تطبق البيم، وقريبا ان شاء الله هيبقى البيم ده بشكل الزامي. اذا لما تسمع بعد كده البيم والكاد لازم تبقى عارف ان الكاد هو ليفل زيرو اوف بيم، وده مش معناه ان انت بتشتغل بيم، حتى اللي بيشتغل ريفت ان ايزوليشن برضه او مع نفسه هو برضه لسه ما طبقش البيم بفكرته. البيم هو عمل تعاوني او مشاركه اعضاء الفريق مع بعض في المنتج نفسه. طيب لو احنا اتنقلنا على الشكل ده
الشكل ده انا شفته اكتر من مره واكتر من حد بيشرحه باكتر من طريقه، وطبعا كلهم اساتذه في هذا الموضوع، ولكن حابب اتكلم عنه بشكل اخر قد يكون هيضيف معلومه الى بعض الناس. زي ما احنا قلنا هنا ده ليفل زيرو، زي ما انت شايف الصوره عندك حتى باللون اللون الاسود، يعني انت ما زلت في مرحله البدائيات تماما، بتخلص اي شغل بتطبع ورق بترمي الورق على الارض عشوائيه، مخططات مش راكبه على بعضها بتحاول تقارنها مع بعض وهكذا، بتعيد شغلك تاني بترميه، حياه صعبه جدا الحقيقه. وبعد كده ليفل 1 بدأنا نشوف الصورة شوية فيها ألوان، شوف الناس بدأت عندك هنا شوية ألوان كده، بدأنا نحس إن اللوح دي بتتحول إلى مودلز في ال 2D وفي ال 3D زي ما إحنا شايفين، ولكن ما زالت الموديل بدائية جدا، والموديلنج حتى بروسيس بدائية جدا، وكل واحد زي ما إحنا شايفين شغال في دنيا تانية يعني. بعد كده بدأنا نشوف الصورة أوضح شوية في الليفل 2، بدأ هنا يحصل بقى كولابوريشن شويه، الناس بدأت تتكلم مع بعضها، وعندنا هنا سنترال سنترال ريفيو او سنترال موديل، يعني مثلا الراجل بتاع ستراكشر انجينير، الراجل بتاع السيفل انجينير، الريفيت مان، الراجل بتاع المباني، كل واحد من دول شغال على بيم موديل، وبنقدر نجمع الكلام ده كله زي ما احنا شايفين، وبيجتمع الفريق حوالين النقطه دي وبيشيك على مثلا لو في كلاشز، مثلا ممكن نعمل تشيك بالنافز وورك، او بنعمل كونستراكشر ريفيو، او اي حاجه خاصه بمراجعه الديسيبلين كلها مع بعضها، وبيقوم بالدور ده البيم كوردينيتور وطبعا البيم مانجر، وبيبقى عندنا عناصر للفريق بيم سبيشاليست في كل تخصص. طبعا دي اللي هي ليفل 2 اللي احنا اتكلمنا عنها واللي هو تقريبا شغال دلوقتي. الانتقال ده بقى هو اللي احنا عايزين نتكلم عنه، الانتقال من ليفل 2 لليفل 3. في الحقيقه في الكورس بتاعنا احنا عايزين نحقق المشهد ده، والمشهد ده مش مقصود بيه بس اللي هو انتجريتد بيم، ان انت البيم التكاملي، ان احنا مثلا نشتغل على سنترال موديل وكل الناس اللي حتى في دول مختلفه زي ما انت شايف قدامك هنا تقدر انها تشتغل على نفس الموديل. اوكي ده المعنى الصحيح للانتجريتد بيم، لكن لو احنا بصينا على المعنى ده بشكل اخر هنلاقي فيه هنا الانفراستراكشر، هنلاقي فيه هنا عندنا بيجر سكيل، احنا بنتكلم دلوقتي على سكيل مدينه، اوكي احنا بنتكلم دلوقتي على سكيل اكبر من المبنى، في الواقع المبنى لو نقلته وحطيته هنا فهو اصبح جزء من مدينه، وده اللي احنا عايزين نوصل له، ان في اضافه بعض العناصر الخاصه بالتكنولوجيا، لكن زي مثلا جي اي اس او البي اي ام مثلا، عملنا كومباينيشن ما بينهم وبين بعض، نقدر نحصل على نتائج مبهره جدا، ونقدر نحصل على مدينه بالكامل بتكون مدينه ذكيه، هو مش بقى مجرد سمارت اليمنت او سمارت بيلدينج او سستينابل بيلدينج، لا انت ممكن تحصل على مدينه كامله ذكيه، كل العناصر اللي فيها بتتكلم معاك، عمود الاناره بيتكلم معاك، الباسكت بتاع الكهرباء بيتكلم معاك، حراره المبنى بتتكلم معاك، إشارة المرور بتقول لك أنا عندي كام واحد هنا واقف دلوقتي، الإشارة ممكن تقفل وتفتح على حسب الفلو اللي داخل فيها، البايب لاين أو الماسورة نفسها بتاعت المية تقدر تقيس الضغط اللي فيها وتعمل ريبورتنج في حالة وجود خطأ أو مشكلة، أنت بيحصل عندك استجابات ما بين عناصر المبنى أو عناصر المنشأ بشكل عام في المدينة، فإذا كل حاجة في المدينة بتستجيب ليك وبتتكلم معاك أنت هنا حصلت على سمارت سيتي وليس سمارت بيلدينج، وده هو الافق اللي احنا عايزين نروح له، ان احنا بنتكلم النهارده اكتر من تخصص، مش بنتكلم عن الانفراستراكشر كشكل طرق او كباري او احنا بنتكلم على اداره مدينه كامله. ودي يمكن الحاجه اللي انا حابب اتكلم فيها، ان بفضل الله خلال شغلي في الهيئه الملكيه، طبعا الهيئه الملكيه بتتعامل مع المدن الصناعيه، والمدن الصناعيه في الواقع هي مش صناعيه فقط، هي برضو فيها ريزيدنشال اريا وفيها كوميونتي اريا، وده بيخليها مزيج ما بين كل التخصصات، يعني بنقدر نتعامل مع البايب لاينز بانواعها، نتورك بانواعها، بنقدر نتعامل مع شبكات البنيه التحتيه في المناطق السكنيه، عندنا شبكات الريلوي، عندنا اللايت ريل، عندنا ترام، عندنا كل انواع البنيه التحتيه في مكان واحد.
فاحنا عايزين نفرق شويه من المصطلح الخاص بالبيم انجينير او السيفل انجينير للسيتي انجينير. ليه لا؟ ليه لا ان احنا نفكر بشكل عام في الموضوع، ان اي حاجه انت بتتعلمها النهارده هي تضيف ليك. يعني الناس اللي هتحضر مثلا السيشن الاول الخاصه بالجي اي اس مثلا، او السيشن الثاني الخاص بالطرق، في الواقع انت اي حاجه بتتعلمها هي لها علاقه بالحاجه الثانيه. يعني الطرق ما هي الا، والكباري ما هي مثلا الا منشأ على الطريق، البنيه التحتيه ما هي الا، او الانفراستراكشر ما هي الا منشأ بيخدم برضه الناس اللي ساكنه في هذا المكان. فانت لو عندك اوفر فيو او معلومات بشكل عام عن الموضوع ده بيضيف لك انت كمهندس وبيضيف سعرك في السوق. فبعتذر على الاطاله، ولكن النقطه دي كانت مهمه اللي احنا نتكلم بيها. طيب يعني ايه بيم اند ليفل اوف ديفلوبمنت؟ برضو المصطلح ده بدانا نشوفه دلوقتي في التندرز او في العقود. يقول لك ال او دي، انا عايز اوصل لل او دي 100، عايز اوصل لل او دي 200. ما عادش بيقول لك بقى ايه، يعني عايز اوصل مثلا ل 30% 60% 90% وهكذا. طيب كل طبعا ال او دي بيقابل ليها نسبه انتاج معينه او مخرجات معينه من المشروع. والليفل اوف ديفلوبمنت مقسومه لجزئين، ليفل اوف ديتيلز وليفل اوف انفورميشن. عشان نسهلها علينا، ليفل اوف ديتيلز هي الحاجه اللي انا ممكن اشوفها بعينيا واحس بيها في جرافيكال كونتنت او شكل تصوري او في شكل رسمه. الحاجه اللي خاصه بالليفل اوف انفورميشن هي اللي ممكن تكمل معلومات الرسمه دي او الشكل اللي انا بشوفه ده بالنون جرافيكال داتا، زي مثلا اكسل شيت او الكوردينيتس اللي ممكن اطلعها من المشروع او السيتنج او الداتا دي بتكمل دي. ما اقدرش اشتغل بحاجه واحده فقط، الاثنين بيكملوا بعض. فدي زائد دي بتديني الليفل اوف ديفلوبمنت. نفس الشكل اللي احنا قلنا عليه، الليفل اوف ديتيلز بلس ليفل اوف انفورميشن بيساوي الليفل اوف ديفلوبمنت. طيب هنا برضو مستويات التطوير او الليفل اوف ديفلوبمنت بتبدا بالكونسبت، وده بنقدر نقول عليه ال او دي 100، اسكيماتيك ديزاين او الفكره التصميميه بنقدر عليها 200 و300 و350، كونستراكشن و400 و500. طبعا المصطلحات دي بتختلف من كود الى اخر، وحتى المسميات ساعات بتبقى 1 2 3، ساعات تبقى 100، وساعات تبقى ارقام مختلفه حسب الكود اللي احنا بنستعمله. لكن هي الفكره هنا المقصود بيها مش الارقام، هي المقصود بيها ان في مراحل لانتاج الموديل، من مرحله الكونسبت الى مرحله الاس بيلت. كل مرحله مفيش داعي ان انا افضل اتكلم عنها بالتفصيل، ولكن بنرمز ليها بكود معين. مجرد ما انت بتشوف الكود ده بترجع للمرحله دي حسب الكود المستخدم في البيم، وبتقدر تعرف منها ايه المعايير المطلوبه في المرحله دي بالذات. طبعا ده شكل اخر مشهور جدا في الاو دي، طبعا كرسي بيبقى فكره، وبعد كده بدانا نحط له الماس بتاعته ابعاده، وفي الشكل الثالث اللي هو الاو دي ده بدانا نحط شويه تفاصيل اكتر، وبعد كده بدانا نشكل الكرسي، وبعد كده المنتج الاخير. طيب ايه هي البيم يوزز او استخدامات البيم؟ طبعا بنتكلم بشكل عام هنا، وبعد كده نخش على البنيه التحتيه. طبعا من اهم الاستخدامات اللي هو بيعمل ديكريز للريورك او بيقلل اعاده العمل، زي ما احنا قلنا الانفورميشن جاب اللي اتكلمنا عنها. كان في برنامج بيستخدم في الطرق زمان اسمه اللاند ديسك توب، هو كان بلاتفورم زي الكاد بالظبط، ولكن كان بيحصل فيه اخطاء كتير ولازم ينتج عنه اللي انت تعيد المشروع من البدايه زي الكاد بالظبط. ولكن جه السيفل 3 دي واصبح التطوير فيه سهل جدا، اي حاجه بعدلها في البلان بتطلع عندي على طول في البروفايل، اي بايب بعدلها بيحصل عندي ابديت في البروفايل وهكذا. وطبعا التطور بعد كده اللي حصل في الانفرووركس وهكذا. فطبعا اهم نقطه بحصل عليها من الموضوع ده هو الديكريز للريورك. طبعا ممكن نعمل ستادي لشبكات مع بعض، او نعمل كومباينيشن لاكثر من شبكه ونعمل الكلاش ديتكشن ما بينها.
اعمل 3D coordination مع كل الديسيبلين اللي عندي. طيب لو اتنقلنا للجزء الثاني من المحاضرة هو الخاص كده، احنا اتكلمنا بشكل عام عن البيم، يعني ايه بيم، مراحل البيم عبارة عن ايه، وازاي نقدر نطبقها ابعاد البيم وهكذا. اللي احنا قلناه خلال نص ساعة ده كورس كده، خلاص احنا خدنا دلوقتي كورس introduction to BIM. نتنقل دلوقتي الى الموضوع بتاعنا، هو البيم values او القيمة المضافة من تطبيق البيم في الانفراستراكشر بروجكت. ايه اللي انا شايفه ده يا باشمهندس؟ في الحقيقة اللي انت شايفه ده هو عبارة عن المشكلة اللي انت المفروض تحلها كمهندس. الناس دي مسؤولة منك ان هي توصل مكانها بأمان، والناس دي تلاقي مية الصبح في الحنفية وتقدر توصل شغلها في وقتها، وتقدر ان هي تحللها مشاكلها السكنية والطرق وهكذا. انت دورك كمهندس هي الصورة دي، فدي هي التشالنج الخاصة بينا. احنا دلوقتي مش بنتكلم عن مبنى احنا هنسكن فيه وبنظبط المكيف، بنظبط الفرنتشر والكلام ده، احنا دلوقتي بنتكلم عن مشكلة مدينة. فحسب كل تخصص مهندس فينا المفروض ان احنا نبدأ نفهم دلوقتي ايه الادوات اللي احنا ممكن نستعملها بحيث نحسن هذه الصورة. في بعض المؤسسات عملت بعض الدراسات تقول لك ان 6 بليون ده اللي هيبقى النمبر من الناس اللي هيبقى عايش في الاربن اريا باي 2050. اذا الصورة دي او الشالنج ده بيزيد يوميا، بيزيد لان كل مبنى بخلصه وبحطه في قطعة ارض على اي مكان في الكرة الارضية وبيزود عندي اللود بتاع التشالنج ده. طبعا التشالنج ده بيزيد من دولة الى الاخرى حسب حالتها الاقتصادية وظروفها المعيشية وهكذا. طيب بيقول لك بقى how will be better plan design construction and operation our cities and infrastructure in a more sustainable way for future. طب عشان نحقق الكلام ده ازاي؟ we must change our ways. طيب لو قلنا البيم في الانفراستراكشر ايه اللي احنا ممكن نستخدمه مثلا في الانفراستراكشر بشكل عام في البيم؟ ممكن مشاريع ترانسبورتيشن بانواعها، الووتر مانجمنت، اللاند، انرجي، الاويل اند جاز، الميتال مايننج. طبعا موضوع كبير جدا وتخصصات كثيره جدا. احنا نحاول ان احنا يعني نتكلم في معظم التخصصات الملموسه اللي معظمنا بيشتغل فيها في مشاريع البنيه التحتيه. زي ما احنا قلنا قبل كده في اللايف سايكل بلان مانج بيلد ديزاين. الجميل في الصوره دي ان هي على شكل دايره، فهي لايف سايكل مستمره وليسون ليرند بطلع منها من الاوبريشن مينتنس بتخش عندي اجين في نفس السايكل تاني. فزي ما احنا قلنا هو 3D intelligent model من مرحلة البلاننج الى مرحلة الاوبريشن. زي ما احنا قلنا قبل كده الجريت كومباينيشن ما بين الجي اي اس والانفراستراكشر والبيم، زي ما احنا شايف المدينة بتعمل لك ريبورتنج دلوقتي. اي حاجة في المدينة ممكن تكلمك، السنسورز او اللي احنا المعلومات ممكن نجمعها، لان احنا عندنا سمارت اليمنت حولنا المبنى الى سمارت بيلدينج، فالسمارت بيلدينج بريبورتنج ليج، فبتحصل في النهايه على سمارت سيتي. وده اللي احنا عايزين نوصل له، اللي احنا نحاول نطور طريقه تفكيرنا في التصميم او عمليه الاداره للمنشات البنيه التحتيه عشان نحصل على الصوره اللي بالشكل ده. طبعا ده شكل اخر لاستخدامات البيم، بدايه من البلاننج، السيرفي، الكوردينيشن، كونستراكشن دوكيومنتيشن وهكذا. طبعا دي السستينابل سيتي او زي ما احنا قلنا المشاريع الخاصه بالمدينه المستدامه او المدينه الذكيه. ممكن ازاي ان احنا نحصل على مدينه مستدامه، ازاي ان احنا نقدر نستعمل السولار بانل في توليد الطاقه، الويند فارم في توليد الكهرباء، الووتر مانجمنت ازاي اعمل لها ريسايكلينج. كل ده كل الحاجات دي بقدر احصل عليها لو انا عندي داتابيز كامله وذكيه للمشاريع، فبالتالي بقدر احصل من الداتابيز دي
على الاحتياجات الحقيقية للمية، احتياجات الحقيقية للطاقة، وبالتالي بقدر استخدم الكلام ده في عملية إدارة المدن المستدامة. كل حاجة أنا بقولها هنا دلوقتي أنا بقول بس قشور، ولكن ده علم كبير جدا، وإحنا بنفتح بس المواضيع مع بعض. ده اللي أنا قلته من شوية الخاصة بالتكلفة أو اللايف كوست الخاصة بالمشاريع. زي ما إحنا شايفين عندنا في مرحلة الديزاين التكلفة تكاد تكون محدودة أو يمكن التحكم فيها. مع مرور الوقت وبدأنا في مرحلة الكونستراكشن، لو عندي مشكلة هنا إكس، مشكلة إكس أو 1 دولار بتبقى 10 دولار هنا. ال 10 دولار ده وليكن مثلا ان السلم مكانه مش مظبوط، او السلم بعد ما بتنزل بتخبط في عمود، او انت هتفضل تعاني من المشكله دي طول مراحل الاوبريشن الخاصه بالمشروع. اذا مشكله مصمم بتعمل كارثه في الكونستراكشن لو جيت تحلها. لو عديتها من الكونستراكشن بتقابلك كارثه اكبر وتكلفه طبعا اكبر في مرحله الاوبريشن مانتنس. نشوف التفاعلات كده بتاعت الناس، الناس معانا ولا نامت ولا ايه؟ انا عارف المحاضرة تقيلة بس ان شاء الله تكون مفيدة يعني. ايوه انا عايز اشوف ارقام كتير. تمام يا شباب، تمام، متشكر، شكرا شكرا، تمام. ده احد الدراسات اللي اتعملت قبل كده، في هو حاجه خاصه بالبيزنس فاليو في البيم فور انفراستراكشر 2017. لقينا ان البروجكت ستيج which بيم provides a greatest value، لقينا ان في اليو كي في ديزاين during design ممكن نعمل saving في الكوست ممكن توصل 49%، ممكن في مرحله البوست برودكشن 7%. ففي ارقام يعني زي ما احنا شايفين الكيرفات اللي قدامنا والتشارتات بتفيد ان حسب الدراسات ان فعلا البيم ده مفيد. البيم ممكن يبقى كانيشال كوست مكلف عشان تعمل امبلمنتيشن للبيم، عشان تغير الاجهزه، عشان تدي تريننج، انا معاك ممكن يبقى فيه يعني انيشال كوست. لكن عايز اقول لك على حاجه، مثلا كسكيل مدينه مثلا احنا بيكلفنا تكلفه الكلاش الواحده بس ما بين خط وليكن اويل جاز مثلا، او خط ما بين خط ميه رئيس المدينه مثلا لو هيتعرض مع خط بترول، ده ممكن يكلفك تكلفه المشروع اللي انت بتعمله اصلا يعني، تمام، عشان تنقل حاجه زي دي. فانت ما تبصش على الانيشال كوست، انت بص على اللونج تيرم جولز او البينيفيت اللي هتيجي في اللونج تيرم. طيب هنتنقل دلوقتي اللي بعد كده، البيم يوزز في الانفراستراكشر، ده الجزء الثالث من المحاضره. زي ما احنا شايفين قدامنا الصوره دي، انا بحب دايما اعرضها في كل المحاضرات مع انها صوره بسيطه جدا ولكن يعني معبره. اللون الاصفر بيمثل جاز لاين، اللون الازرق بيمثل ووتر لاين، والاخضر السيور لاين. طب الحفار هنا شغال ازاي؟ الحفار هنا عنده الكوردينيتس الخاصه بمنطقة الحفر المفروض يشتغل فيها فقط. يعني مثلا أنا عندي صيانة في المنطقة دي، في حاجة غرفة تفتيش أو حاجة معينة هوصل لها، والحاجة دي أنا عايز الحفار يشتغل بطريقة معينة بدون ما أتعرض للشبكات. طبعا دلوقتي في أنظمة كتيرة جدا بنقدر نعرف بيها الشبكات، نعملها سكان اللي موجودة تحت طبقات الرصف من غير ما نقطع طبعا الطريق. دي طبعا أحد التكنولوجيا اللي ممكن نعتمد عليها. وطبعا لو عندي داتا بيز بقى، لو انا عندي داتا بيز مظبوطه للمشروع او المنطقه دي، الشبكات كلها عملتها وبعد ما عملتها وليكن خلصتها على البيم رميتها على الجي اي اس، عملتها كاسيت عندي او احد الاصول اللي بعتمد عليها في مرحله الاوبريشن. انا هنا دلوقتي اوبريشن اهو الطريق شغال وعايز عندي اعمل عمليه صيانه، رجعت فين؟ هل رجعت مثلا خطوات تصميميه ولا رجعت للداتا بيز بتاعتي؟ واديت الراجل كوردينيتس، انا بدي له كوردينيتس وانا متاكد ان هو لو اشتغل في المنطقه دي مش هيحصل كلاش ما بينه وما بين البايبس الموجوده. فعشان كده الصوره دي بتوضح اهميه الكوردينيشن اللي انا بعمله اثناء مرحله التصميم، اولا ان انا افويد الكلاش والكلام ده، واثناء مرحله الاوبريشن انا لو عندي مثلا مرحله
صيانة أو أي عملية فتح للأسفلت أو تعطيل لحركة المرور، ببقى عارف كويس جدا إن المكان اللي أنا فيه هو المكان المعني فقط بمعالجة المشكلة وليس أي مكان آخر. طبعا بعد التكنولوجيا دلوقتي اللي بدأت تظهر الأوجمنت رياليتي والفيرشوال رياليتي أو تقنية الواقع المعزز والواقع الافتراضي، أنت ممكن تلبس النظارة وتبقى جزء من المشروع، تتجول داخل المشروع وتشوف الشبكات سواء تحت الأرض أو تشوف المبنى من الداخل، وفي بعض الأحيان ممكن تلبس السنسور في إيدك، ممكن تحس بالماتيريال كمان أو ملمس الماتيريال الخاص بعناصر المشروع. نفس الكلام ممكن في بعض المشاريع دلوقتي بدأنا إن إحنا نحتفل ب 1000 day work and zero paper، يعني مشروع مدته 1000 يوم وما طبعوش فيه ورقة واحدة، لأن كل الانفورميشن كان بيتم تبادلها من خلال التابلتس ومن خلال الايميلز ومن خلال الكلاودز. فدلوقتي في بعض المشاريع تم تنفيذها بالفعل بدون طباعة ورقة واحدة. طيب عندنا برضو البيم بيستخدم في السايت لوجيستيك برضو إدارة الموقع، يعني أنا دلوقتي شغال في كوبري ومش عايز أعطل حركة الطريق، فبتعمل ديتور مثلا، الديتور دي بتدرسها بتديها للترافيك ديبارتمنت بيعتمدها. الجميل في الموضوع إنك تعمله حاجة محسوسة نقدر نشوفها، وسلام لو بتعمل حاجة فيها سيميوليشن بقى بنختبر فيها كمان الترافيك، الامباكت على الترافيك سواء انا قطعت الطريق او قللت الحارات. وزي ما شايفين قدامنا الشكل في اليمين والشمال، بنعمل سايت لوجيستيك للماتيريال ده، مثلا كوبري، الكوبري ده فيه جردرز، الجردرز المفروض بتتصب في اليارد وبتتنقل بعد كده عشان تركب على الكوبري، فيهمني جدا ادرس المكان اللي انا هصب فيه الجردرز يبقى قريب جدا مرحله النقل ويبقاش فيه مشكلة، ويبقى برضو ممكن يكون بعيد عن عوامل المطر والكلام ده. فدراسة الموقع مهمة جدا، وممكن إن أنا أعرضها بشكل كويس جدا في البيم بيفيدني في الموضوع ده. وبرضو construction simulation، فده اللي على اليمين ده الجزء قبل مرحلة التنفيذ أو اكتمال التنفيذ، وعلى الشمال هو بعد مرحلة الاكتمال. طبعا الأشكال دي اللي هي الكرينز اللي بتشيل الجردرز. نفس الكلام ممكن نستخدم الكلام ده كمان في السيفتي مانجمنت. انا دلوقتي عندي مجموعه من الكرينز اللي شغاله في الموقع، ويمكن دي احد الاسئله اللي اتسالت لي في الاي سي اي قبل كده وانا بعمل المقابله، كان عندي شكل زي كده وكان عندي كرين، والكرين طبعا له دايمتر بيتحرك فيه، فمجموعه التقاطعات بتاعت الدايمتر دي مهم جدا انك تدرس المنطقه دي فيها هازارد او فيها مشكله ولا لا، طب لو حصل فيها مشكله هعالجها ازاي. فانت ممكن تعمل سيفتي مانجمنت او سيفتي ستادي للموقع من خلال البيم، ممكن بالانفرا وركس تعمل الكلام ده، ممكن بالنافيس ورك تعمل الكلام ده. اذا البيم بس مش مجرد وسيله ان احنا نظهر بيها 3 دي او نظهر بيها مخططات او نحصل بيها كميات، لا احنا ممكن نمانج بيها السايت كمان او السيفتي، ودي من احد ابعاد البيم اللي احنا اتكلمنا عنها. بعد كده الستيك هولدر انجيجمنت، في بعض الاحيان بيبقى التوب تيم او تقدر تقول على الهاير مانجمنت، في بعض الاحيان ما بقاش متخيل انت بيقول لك لا نفذ اللي انا بقوله، فانت عشان تقنعه بحاجه زي دي محتاج ان انت توصله الفكره بشكل واضح. وهنا بيجي دور اللي احنا ممكن نستعمل برنامج زي الانفرووركس او نستعمل برنامج الوصفة. واضح؟ الصوت واضح يا دكتور، اتفضل. تمام. بعد كده لازم توصل له الفكره، والستيك هولدر ده كمان ممكن ما يبقاش مهندس، يعني ممكن في احد الاجتماعات احنا بنجتمع مثلا مع شركه المياه، شركه المرافق، او مثلا ارامكو، في بعض الاحيان بيبقى راجل مش فني في تخصصك، هو ممكن يبقى مهندس بس في تخصص اخر، فعشان تقنعه لازم توضح له الكلام ده
بصوره كامله او بصوره واضحه. فافضل حاجه انك تقدم حاجه زي اللي انت شايفها قدامك دي، وبتعمل مثلا سيميوليشن مثلا وليكن للفلود في المنطقه دي، فتقول له المنطقه دي مش هقدر انا اعمل فيها المشروع عشان يحصل فيها مشكله، بيقتنع وبعد كده بتتنقل للمرحله اللي بعدها. طبعا ده يوفر عليك وقت كبير جدا وكوست طبعا. فخلينا نشوف كده الفيديو ده، أكيد تعبتم من الكلام، نشوف الفيديو ده كده بيقول إيه. Today's civil infrastructure projects have clients and stakeholders demanding more. To assure that projects will perform as communicated by the design team, communicating complex project information to stakeholders can be a time-consuming process that is often disconnected from the development of the design itself. The result can be a lack of understanding of project impacts, delayed approvals, missed deadlines, increased costs, and stakeholder frustration. So, what can you do to communicate design information faster and more accurately? Autodesk Infrastructure Design Solutions enable you to envision and understand the implications and impacts of your design, share and develop better designs through collaboration, and create and convey design ideas quickly and effectively. As a result, external stakeholders and internal team members stay informed and involved throughout the design process. With Autodesk InfraWorks 360, you can access and incorporate large amounts of data to quickly model the existing environment. Using this data-rich contextual model, you can rapidly generate and evaluate multiple design options, and then demonstrate how each design alternative may behave in the existing environment, using compelling storytelling tools. As you present designs to stakeholders, you can incorporate real-time feedback and make changes on the fly. This enables you to give interested parties more options to consider in a shorter period of time. InfraWorks 360 can also help foster team collaboration by allowing you to store and manage large models centrally and more securely in the cloud. You can publish models to the web and invite collaborators to help you develop and review design alternatives. Team members and external stakeholders can provide direct feedback within the web interface, regardless of whether or not they are a licensed user of InfraWorks 360. As a result, teams of people are able to work on the project without having to create multiple copies of the model. Once the design option has been selected and the preliminary work completed in InfraWorks 360, you can bring your work into Civil 3D to complete the detailed design work required. You can analyze your detailed design within Autodesk Navisworks and bring information from all disciplines together, so clashes and potential constructability problems can be uncovered and communicated back to the design team before dirt is moved. At any point in the detailed design, you can update the model in InfraWorks 360 for continued collaboration with stakeholders. With the InfraWorks 360 iPad app, you can also utilize augmented reality to show models in the field, helping your team envision the design on site. Autodesk Infrastructure Design Solutions enable more effective communication across the project development lifecycle. This means better understanding of project impacts, faster approvals, and happier stakeholders. زي ما احنا شايفين في الفيديو الجميل جدا ده، تقريبا لخص كل اللي احنا قلناه. يعني انا عجبني كلمه بصراحه وقالها في الاخر اللي هي happier stakeholder، لان في الاخر انت عايز ترضي الكلاينت او ترضي العميل بتاعك. فهو بدا هنا عندنا من الاول من مرحله الفكره التصميميه، وبعد كده عمل كوردينيشن. الفكره كانت على الورق، اتناقشنا مع الفريق، وبعد كده بدانا نعرض بعض الافكار. كان في اختلاف على نوع التقاطع، هل هو مثلا كوبري او هل هو نفق. قدم اكتر من فكره، ولما راح الميتنج بالانفراوركس مثلا عمل اكتر من بروبوزل. اوكي ماشي، الفيديو هيبقى موجود ان شاء الله معانا. حاضر. عمل اكتر من بروبوزل
ولما عمل اكتر من بروبوزل ده خلاه ان هو زي ما احنا شايفين هنا مثلا كان في تقاطع سطحي، قال لهم يا جماعه طب ممكن نعمل نفق وتجنبنا المشكله، طب ممكن نعمل كوبري. كل الحاجات دي تقدر انت تعملها وانت قاعد على الترابيزه بتاعت الاجتماعات في الميتنج نفسه، تقدر تاخد القرار. عشان كده الستيك هولدرز حتى اللي هم نسميهم الاكسترنال ستيك هولدرز تقدر تاخد ابروفال منهم. انت بعد كده لما تيجي تبعت الشغل خلاص هم وافقوا وشافوا الكلام ده بعينيهم. تمام. طبعا هنا الميزه القويه جدا برضو في الانفر وركس اللي انت ممكن تعمل ريفيت امبورت، ممكن تدخل معاك مودلز مختلفه من المباني، ممكن حتى تخش داخل المبنى وتتجول جواه. عشان كده بقول لسه كنت بتكلم مع المهندس عمر قبل الميتنج ان احنا هيجي علينا وقت من الاوقات هيبقى البيم مانجر او البيم كوردينيتور بتاع المشروع مش بعيد جدا يبقى انفراستراكشر انجينير، لان انا كل الديسيبلين بقت بتيجي عندي دلوقتي، المعماري، الانشائي، المبنى، الشبكات، الطرق، كل حاجه خاصه بيا بجمعها عندي في الموديل هنا حتى الجي اي اس. فده هيخلي وجهه النظر تختلف عن الانفراستراكشر انجينير، خصوصا لو هو اشتغل في اكتر من تخصص وبيقدر يشتغل في اكتر من تخصص. زي ما احنا شايفين دي مثلا ترافيك مانجمنت، خلينا نخلص الفيديو. دي مثلا مجموعه شبكات انفراستراكشر هنا عمل لها اناليسيس بالنافيس وورك وعمل لها كلاش ديتكشن ووجد الكلاش وممكن يحل الكلاش بعد كده. كل اللي احنا بنحكيه ده احنا لسه في مرحله الديزاين، بحل المشاكل اللي هتقابلني في السايت وهتكلفني فلوس بحلها وانا لسه قاعد على الكمبيوتر. طبعا دي برضو من احد الخصائص القويه جدا ان انت الاوجمنت رياليتي، ان انت ممكن تحمل الموديل وتشوفه في الموقع مكان القعده فين، هل القعده هتنزل على حاجه، هل يحصل مشكله. وطبعا اخر حاجه قلناها اللي هي هابير ستيك هولدر او عميل مبسوط، وبالتالي ابروفال كويس وفلوس هتتصرف وحاجه كويسه جدا. طيب البيم فور ترافيك مانجمنت دي من احد الحاجات اللي اعتقد اللي انت قدمتها للديبارتمنت الخاصه بالترافيك في اي ايجنسي هتوافقك على طول، هيقول لك انا موافق اللي انت بتقدمه ده حاجه كويسه جدا، خصوصا لو مدروسه ومعاها فيجواليزيشن لل السايت والترافيك امباكت. ده حاجه مهمه جدا وساعات كتيره جدا انا بلجأ ليها، وممكن بعض الناس تشوف على الصفحه كتير بنزل حاجات خاصه بالانفراوركس، لان كتير جدا بحتاج اخد ابروفال وبيساعدني جدا في الموضوع ده. طيب هنا حاجه مهمه جدا برضو، المعلومات اللي انا حصلت عليها دلوقتي، انت بتقول لي احنا اشتغلنا سمارت اليمنت والطريق يعني طريق والمبنى يعني مبنى، طب وبعدين يا باشمهندس انا دلوقتي خلصت ورحت السايت وعايز انفذ اعمل ايه بقى؟ هل اطبع شيت اكسل بقى وخلاص وابدا اشتغل منه؟ طبعا بتكلم على بنيه تحتيه دلوقتي. في الواقع ان انت بعض الماشينز دلوقتي ممكن تدخل فيها الكوردينيتس، ممكن تدخل فيها السيتنج اوت بلان الخاص بالطريق، ممكن الماشين تشتغل لوحدها خصوصا مثلا في الاسفلت او الماكينات الخاصه بالاعمال الترابيه سواء في القطع او في الردم او في جريدنج او الكلام ده. فطبعا ده بينتج عنه اللي ما بيحصلش اي مانوال ميستيكس، لان دي حاجه اوتوميشن يعني، دي حاجه خاصه ب زي ما الناس تفضلت قبل كده الاساتذه اتكلمت عن الماشين ليرنينج او تعليم الاله، ان احنا ممكن الاله تشتغل بدون العنصر البشري. طبعا لو انت عندك احداثيات مظبوطه وداتا مظبوطه وطبقات مظبوطه شغاله على السيفل 3 دي والكوردينيتس مظبوطه البايب نتورك احداثياتها مظبوطه، فانت ما عندكش اي مشكله خالص انت تدخل الداتا دي للماشين ايا كان نوعها، احنا بنتكلم بشكل عام، وتقدر انت توفر عنصر البشري والاخطاء البشريه، وطبعا ده ينتج عنه سيفنج للكوست والوقت. طيب هل الكلام اللي انا عملته ده هستفيد منه ولا مجرد بس الكونستراكشن وانتهى بعد كده؟ الكلام ده بينتج عنه طبعا اس بيلت موديل، تقدر تقول عليها اس بيلت سمارت موديل برضه. الكلام ده بيفيدني طبعا ان هي بتبقى كوبي او الكونستراكشن اوبريشن فورمات، بتفيدني في مرحله الاوبريشن اند مينتنس، يعني بعد كده
مش مجرد بس ان انا بحط الكلام ده في فايلات وبسلم الفايلات الكتير جدا دي للتيم اللي هيجي يشتغل في الاوبريشن مينتنس وبعد كده المكتب يتحرق بالورق اللي فيه فبنروح كلنا في داهيه. لا احنا بنشتغل على اساس ان احنا عندنا سمارت موديل. الموديل ده في اي وقت بيكلمني زي ما احنا قلنا بيديني نوتيفيكيشن ان موعد صيانه التكييف ده مثلا وليكن 20 من الشهر او موعد تغيير العنصر ده في الفندق في 20 من الشهر، فبالتالي بيجي له نوتيفيكيشن بالموضوع ده وبيبقى معاها السبلاير. وفي بعض الاحيان ممكن يحصل كونتاكت مباشر ما بين العنصر ده عن طريق ايميل يتبعت للسبلاير، السبلاير يجي ويغير. يعني الموضوع له تطبيقات كتير جدا في الاوبريشن مينتنس. طب انا لو عملت حاجه بيم هنا بقى هستفيد بيها ازاي؟ انت لو عملت حاجه سمارت من البدايه هتستفيد بيها ان انت ممكن المعلومات دي تمتد معاك الى مرحله الاوبريشن والمينتنس، وهي دي ميزه البيم. لو افتكرنا السلايد الاولى خالص ان احنا الانفورميشن جاب، احنا دلوقتي بنتجنب الانفورميشن جاب. اي ايفورت بذلته في المشروع من البدايه انت هتستفيد بيه دلوقتي في النهايه. طيب هو تقريبا غالبا في هنا فيديو برضو كويس، خلينا نشوف الفيديو ده. Autodesk customers are moving beyond traditional CAD and embracing BIM for both vertical and horizontal transportation projects. From ramp to roads and tunnels to new bridges and re-engineered structures. With large multidisciplinary projects, much like that of a small city, project managers must often consider structures rising above the ground and expanding beneath the surface. These vertical and horizontal projects must move beyond traditional CAD for close communication and coordination across many stakeholders and disciplines. From design firms to construction contractors to the facility owners, BIM models and workflows are used in increasingly more disciplines to improve design and construction and to support greater collaboration. Our highest business value is that we're able to collaborate effectively with our clients. The biggest that we're able to participate to improve insights, deliver more sustainable options, and offer more practical outcomes. From capturing and exploring existing conditions to creating data-rich 3D models and generating stunning proposals that win work. Add intelligence to models to help you make better decisions based on analysis and simulation while communicating with stakeholders on project intents. Collaborate in ways that help demonstrate optimal solutions during preliminary engineering, allowing you to get to 30% complete faster and take intelligent preliminary design into detailed design. You can explore, analyze, and optimize designs. طيب زي ما احنا شايفين هنا يا جماعه النقطه دي نوقف عندها بس. الراجل هنا اشتغل طبعا عمل فيديو، طبعا هنا عمل عمليه الكابتشرنج للداتا نتيجه الليدر او الليزر سكانينج، وبيحول البوينت كلاود دي الى فيتشر عن طريق مثلا ريكاب او يدخلها البرنامج الانفروركس بتتحول الى فيتشر. البوينت كلاود يتحول الى فيتشر سواء مثلا بايبس او سواء مباني، والفيتشر دي بتبقى فيتشر محسوسه كمان بنقدر ان احنا نمثلها علينا عندنا وليكن المبنى ده. فانا دلوقتي عايز اعمل مثلا الطريق ده، فانا بتجنب السيرفي اللي انا حصلت عليه ده، بتجنب بيعمل كات اوف. اوكي بيتجنب ان احنا نخش في مثلا كروسنج مع existing building، وده طبعا قوه ان احنا بنعمل ليزر سكانينج بيحول لنا المنشات بتاعتنا الى البوينت كلاود محسوسه داخل البيم تكنولوجي. فهنا لو كملنا الفيديو هنا طبعا التول الخاصه بالانترسكشن او الجنكشن، تقدر ان انت تعمل جنكشن داخل البرنامج باشكال مختلفه وتختبر حتى نوع التراك اللي هتعدي عليها، هل هي امان ولا لا. طبعا زي احنا قلنا بنحل مشاكل الموقع قبل ما تروح للموقع. طيب هنا دي حاجه كويسه جدا، ودي من اكتر الحاجات اللي لها علاقه بشغلي، ان انا بعمل كونسبشوال ديزاين وبعرضه على العميل. طبعا التقاطع ده معقد جدا،
بس الجميل في الموضوع ان انت بعد ما تتعب فيه وتعمل في الكلام اللي انت شايفه قدامك ده بأداة زي الانفرووركس، هل انا خلاص لو العميل قال لي اوكي ابروف هل انا بروح ابدا البدايه؟ ده في الواقع انت ممكن تاخد الكلام ده دايركتلي الى السيفل 3 دي زي ما انت شايف ده امبورتنج داخل السيفل 3 دي، وتقدر تطلع بيه كمان بروفايلات وتقدر تشوفها. هنا مرحله الري ورك اللي احنا قلنا عليها ان احنا بنتجنب مرحله اعاده العمل مره اخرى. اي ايفورت بتبذله في مرحله الكونسبشوال ديزاين بتحصل عليه في مرحله الديتيل ديزاين. تمام. طبعا هنا السيميليشن للميه، طبعا حتى بعض الاشكال المعقده للكباري بدا الانفرووركس دلوقتي يعملها، الفول انتجريشن دلوقتي مع الريفت كمان كنت اعمل اناليسز للجردر، كنت اعرض الفيديو بتاعك بشكل كويس. طبعا الريلوي طبعا حاجه وهم جدا. طيب يا جماعه لو في سؤال ممكن نخليه في اخر المحاضره. تمام. الناس متابعه معايا؟ الناس صاحيه ولا نامت ولا ايه؟ عايز واحد كتير، الناس تديني واحد كتير. تمام. الله ينور. تمام. طيب زي ما احنا اتكلمنا على الاوجمنت رياليتي والفيرشوال رياليتي برضو، خلينا نتجاوز النقطه دي. طيب ايه اللي احنا هنقدمه في الكورس ده، او ايه اللي احنا الابواب اللي احنا هنتركها كامله في الكورس ده؟ طبعا الكورس ده انا بخاطب هنا اكتر من 7 مهندسين، يعني مستحيل يبقى في حد عارف كل الكلام ده، ولكن بحكم ان انا اشتغلت زي ما قلت في مدينه فانا مريت على كل الكلام ده، مريت بمرحله الانتجريشن ما بين البيم والجي اي اس، ازاي بستفيد بيها، ازاي بحاول الداتا بيس اللي عندي في المدينه دي من جي اي اس اللي هو مكتبة مغلقة على نفسها، تخصص بعيد جدا عننا كمدني، إلى إن أنا أستفيد بيها كمدني، إن أنا أخذ الداتا بتاعة جي أي إس دي وأستفيد بيها في الـ existing condition والتطوير أكتر. البيم فور رودز، وإحنا شفنا قدامنا معظم الفيديوهات كان فيها رودز بقوة، يعني نقدر نعمل مثلا conceptual design في الطريق ونقدر نحسب له كميات في 5 دقايق وكميات معقولة مش وارقام دقيقه يعني. وفي نفس الوقت نقدر نكمل من الكونسبشال للديتيل، وقلنا بعد الديتيل بنطلع الداتا نديها للماشين، فيعني الكلام ده خلال مراحل المشروع المختلفه. بعد كده البريدج، بريدج انجينيرنج، وقلنا في ناس مثلا معانا ستراكشر انجينيرز او بريدج انجينيرز. البريدج انجينير هو ستراكشر، البريدج هو ستراكشر على الطريق، يعني ما نقدرش نفصل تماما ما بين البريدج وما بين الطرق او ما بين البنيه التحتيه، احنا كلنا بنكمل بعض. فالناس اللي هتحضر المحاضره الاولى ما فيش مانع خالص ان تحضر المحاضره الثانيه، لان ده هيكمل ده. في بعض الاحيان هنتكلم عن الكليرنس، المينيمم كليرنس تحت الجسر، وازاي نحققه في الطريق، فانت مهم انك تبقى ملم بالاثنين. طبعا النقطه رقم 4 واللي هي المفروض تبقى النقطه رقم 2 اللي هي البيم اند land development او تطوير الارض، يعني ازاي البارسلز دي بقسمها وعلى اي اساس اللاند يوز. تمام. وطبعا ده بيخدم الترم اللي احنا قلناه في الاول هو sustainable city. تمام. فطبعا الترم ده مهم جدا ان انا بدرس السايت بتاعي، مثلا المكان اللي انا هحطه هنا هحط مثلا محطه وقود، او احط هنا مطعم مثلا، او على اي اساس بختار المكان ده. ممكن البيم يساعدني في الموضوع ده، ايوه ممكن البيم يساعدني في الموضوع ده. البيم في الريلوي ازاي يبقى عندنا مثلا اكزيستنج ريلوي وعايزين نطوره، ازاي نشتغل الريلوي مثلا على السيفل 3 دي، كل الكلام ده ممكن نمر عليه. في الدرينج بروجكتس برضو مشاريع صرف الامطار، طبعا تبقى جزئين، مثلا صرف داخل المواسير او صرف سطحي سواء بالشانلز او عن طريق كولفرت او اوبن شانلز وهكذا. وطبعا في الويت يوتيليتيز برضو او شبكات المياه زي شبكات الصرف وشبكات البوتابل ووتر، طبعا دي كلها
ممكن اشتغلها بالبيم. ولو احنا حصلنا على الكلام ده كله واصبح كل الديسيبلين اللي قدامي دي شغاله بالبيم، فانت عندك مدينه كامله شغاله بالبيم. وده اللي احنا نفسنا ان احنا نحصل عليه مع نهايه الكورس ده، ان احنا نترك جميع الابواب دي كلها. وزي ما احنا قلنا اللي انت بتتعلمه النهارده فهو بالتالي هيفيدك بكره. نقطه جانبيه بس انا حابب اتكلم فيها، ان في نوعين من الاشخاص. الشخص الاول هو شخص محدد هدفه او محدد هو عايز يبقى ايه، وشخص تاني الحياه حطته في طريق معين وهو ماشي فيه وخلاص. طيب الشخص اللي حدد هدفه مثلا عايز ابقى افضل رود انجينير مثلا، فهو خلاص هنا يبقى عارف التولز بتاعته. لا الكهرباء مش معايا بصراحه، يعني انا شغلي كله في الانفراستراكشر الخاصه بال بتقدر تقول الويت يوتيليتيز والطرق وكده. بس الكهرباء يعني ممكن برضو نعملها في السيفل 3 دي، هنحاول ان احنا نتطرق لها برضو في الموضوع بحيث ان احنا نغطي الجزء ده. تمام، كنت بتكلم في ايوه لو جمعنا كل الحاجات دي مع بعضها، في ناس زي ما احنا قلنا خلينا نتكلم حديث التخرج او حتى الطلبه في النقطه دي. انت عشان تحدد هدفك لازم تكون جاهز بالادوات اللي تحدد بيها هدفك. بمعنى انت دلوقتي عشان تعرف انك هتشتغل مثلا بيم انجينير في الرودز، انت لازم تبقى عارف بيم، يعني انت لازم تبقى عارف بيم عشان تبقى عارف ان البيم ده كويس فانت هتشتغل بيه في الطرق. فانت تحاول تجهز نفسك بالادوات اللي تسمح ليك ان في حاله اتاحت الفرصه ان انت تخلق الهدف بتاعك، مش انت تقعد تستنى لما يجي لك الفرصه وبعد ما يجي لك الفرصه تتعلم عشان تحقق الهدف ده. انت لازم تكون جاهز. عشان كده اي حاجه في انا بعتبر اللي هو زي الباسكت وانت بتعمل شوبينج، انت ماسك الباسكت في ايدك وانت ماشي في السوق، اي حاجه بتشوفها كويسه مفيده انت بتحطها في الباسكت ده. في النهايه انت ما بتيجي تحاسب تروح البيت انت بتلاقي عندك مخزون معين في وقت الحاجه بتستعمله، لكن انت ما تستناش ان انت لما تنتهي كل حاجه عندك وفي الاخر تروح تعمل شوبينج تلاقي البرودكت كله خلصان وهكذا. فدي طريقه تحديد الهدف. في اشخاص محدده هدفها، في اشخاص لسه ما تعرفش يعني ايه هدف. فعشان تحدد هدفك لازم يبقى معاك التولز اللي تحدد بيها هدفك. انا اسف على الاطاله ولكن النقطه دي حبيت بس اشارك بيها زمايلنا. اوكي نكمل. طيب ايه اللي بيخلي المدينه ذكيه؟ يعني ازاي نحصل على مدينه ذكيه؟ بتهيألي انتوا الناس تجاوب بقى خلاص، يعني انا مش هجاوب. كيف نحصل على مدينه ذكيه؟ الناس تجاوب يا جماعه، الناس تكتب. ممكن تغش من الشاشه عادي، ممكن تقرا من الشاشه وتكتب. كيف تحصل على مدينة ذكية؟ تمام. حلوة الإجابة دي. حلو، ممتاز. ممتاز، الناس بتتكلم حتى في مواضيع إحنا ما قلناهاش، بس عشان فتحنا الأمور. الناس بصراحة ممتاز جدا والله. هو ده اللي احنا بننتظره من الكورس ده يا جماعة، هي مشاركة الأفكار، لأن مفيش حد عارف كل حاجة. احنا بنفكر مع بعض، احنا كلنا ناس محترفة وكلنا ناس فاهمة، وده اللي احنا بنحاول نوصله في الكورس ده، اللي احنا بنفكر مع بعض. كل واحد عنده معلومة، كل واحد شاف حاجة معينة استفاد بيها، احنا بنحط كل الحاجات دي على ترابيزة واحدة بنقدر ان احنا مظبوط. تمام خلاص، اعتقد الناس جاوبت فعلا على ازاي نخلي المدينه ذكيه. المدينه ذكيه ان انت زي ما احنا قلنا ان انت تحول الاشياء الاصغر من المدينه الى سمارت اوبجكت، يعني زي ما احنا قلنا المودلز اليوتيليتيز ترانسبورتيشن، ممكن يبقى في سنسورز تضيفها تتحكم في الاشارات، تتحكم في الترافيك، حتى في البابليك هيلث، في الـ في السيتيزن
انا عايز اقول لك على حاجه، ان ممكن من احد تطبيقات المدينه الذكيه ان انت مثلا رايح مطعم، اوكي، فانت قبل ما توصل للمطعم ده انت بتخش تقرا الريفيو، يعني تلاقي مثلا واخد 3 نجوم او واخد نجمتين. انت عارف اللي انت عملته ده دلوقتي، انت عملت احد اكتيفيتيز الخاصه بالمدينه الذكيه، لان انت اخدت القرار بناء على ايه. انت مثلا المطعم ده لقيته، انت بتقول المطعم ده جميل جدا بيعمل اكل حلو وبتاع، اصحابك يقول لك عليه، دخلت على المطعم لقيت المطعم واخد نجمه واحده بس وريفيو سيئه جدا، هل انت هتروح المطعم ده؟ لا. طب ليه؟ انت هتروح مطعم تاني. القرار اللي انت خدته ده انت وفرت فيه وقت، ووفرت فيه رحله، ووفرت فيه تكلفه، ووفرت فيه كل حاجه. فبالتالي السمارت سيتي حتى ليها ابلكيشن احنا بنستعملها يوميا وحوالينا في كل مكان. اوكي خلاص، عشان اتكلم مع الاكل عشان الناس واضح ان هي جعت. طيب سمارت سيتي يوز كيسز، زي ما احنا قلنا هنا سمارت باركينج، ودي حاجة شفناها في بلاد كتير جدا، زي مثلا السعودية في منطقة الحرم، بتقف في الباركينج، تقف في مكانك وبتعمل، تخش على الابليكيشن، بتحدد مكان السيارة بتاعتك وبتدفع وانت واقف مكانك. الويزر سنسورز، تمام، او الديجيتال ساينج، الترافيك سنسورز برضو، الالكترونيك فيكل تشارجنج، السولار انفرترز، سكيورتي، الويست مانجمنت، دي حاجة احنا شفناها في الهيئة الملكية كمان، بطريقة الاي او تي او الانترنت اوف ثينجز. الباسكت بيبقى فيه سنسور، ووقت الامتلاء بيدي اشعار للديبارتمنت ان هو ممتلئ، وبيبعت له السيارة اللي بتروح تفضي الباسكت وبيرجع تاني، الباسكت يعمل ريبورتنج اللي هو حاليا فاضي او ممتلئ او نص ممتلئ. الجديد في الموضوع انه ممكن بقى يخلوا العربية نفسها اللي بتروح تفضي الباسكت ده عربية بدون سواق. فأصبح العالم دلوقتي بدأ يتجه إلى تطبيقات المدينة الذكية، وسواء شئنا أم أبينا الموضوع ده هيتحقق، وخصوصا بعد الأزمة اللي حصلت الخاصة بالكورونا، لأن كل العالم بيتجه إلى ديجيتاليزيشن أو الرقمية. فإحنا حتى في تخصصنا اللي هو الهندسة، لأن الهندسة دايما بتخطو الخطوة الأولى في أي حضارة، فإحنا على الأقل لازم نبقى عارفين إيه الترمز الموجودة دلوقتي في السوق. يعني مش هقول إن إحنا كلنا نشتغل مدن ذكية وكلنا، بس على الأقل كل واحد في تخصصه. أه أنت بتشتغل، أنا بشتغل كباري، طب تعمل إيه؟ أنا بقدر أعمل 1 2 3، على الأقل يبقى عارف إيه الورك فلو اللي في تخصصه. طيب نكمل عشان المحاضرة ما تطولش. زي ما احنا قلنا نفس الكلام اللي قلته هنا، ديجيتال سيتيز اللي احنا بنحول كل حاجة إلى رقمية. المدينة بتكلمني، أنا بسميها كده، المدينة بتكلمني، سمارت هوم، سمارت سوسايتي، سمارت كير، سمارت ترافيك، كل ده بيديني كلاود في حتى اللي احنا قلناه الانترنت اوف ثينجز، كل الحاجات دي بتديني في الآخر ديجيتاليزيشن أو الديجيتال 3D City. طيب لو احنا دخلنا البيم والجي اي اس، دي حاجه انا هختم بيها وبعد كده هنروح نستعرض محاضرات اللي احنا هنشرحها. لو قلنا البيم بنتكلم على اوبجكت اوف بيلدينج، لو قلنا جي اي اس بنتكلم على اوبجكت اون ايرث. بنتكلم بقى في طبعا التيبل ده انا خدته من مهندس عمر استاذنا في البيم، ودايما بيدعمنا، انا بوجه له الشكر طبعا. البيم داتا بتتكلم مع حيطه او ارضيه، بلاطه، شباك. هنا جي اس بقى بتتكلم في طريق، مبنى، انفراستراكشر. وده اللي انا قلته من شويه، ان انت لو اصبح المبنى احد عناصر البنيه التحتيه خلاص انت ممكن تمانج الموضوع بشكل كبير. بعد كده باي هيومن، طبعا هنا جي اي اس داتا ممكن نجمعها باي سيرفينج، قلنا اشكال السيرفيل معروفه. هنا الاكستنشن ممكن تبقى ريفيت او اي اف سي، او هنا الشيف فايل احد الاشكال الفورمات المشهوره جدا في جي اي اس.
طيب عشان ما نطولش احنا كده بدأنا نخش حتى في المحاضرة التانية. انا هستعرض سريعا ايه اللي احنا هنستعرضه في الكورس بشكل عام عشان اللي حابب يحضر معانا المرات الجاية يبقى عارف احنا هنقول ايه. احنا هنكمل كلام عن جي اي اس وانتجريشن مع البيم. بعد كده بعد ما نتكلم عن الجي اي اس هناخد الرود ابلكيشنز، تطبيقات البيم في طرق. بعد كده يعني انا معظم التطبيقات الخاصه بالبيم في الطرق وامثله عمليه، يعني نتكلم فيديو. بعد كده البريدجز، انا بعتبر البريدج دايما جزء من الطريق، من اول وضع الفكره، دراسه العناصر، طبعا الفول انتجريشن اللي ما بين البيم دلوقتي انفروركس حاجه قويه جدا، تقدر تنقل منها الموديل بتاعك من الانفروركس الى السيفل 3 دي، وتتاكد حتى من الجردر بتاعتك دي الجردر دي امنه ولا غير امنه. في طبعا هنا ذكاء جامد جدا، الداتا بيس اللي متخزنه في الانفروركس فيها حاجه اسمها لاين جردر اناليسيس، بتقدر ان هي تعمل اناليسيس للجردر وتشوف القطاعات اللي هتبقى سيف معاك في الاسبان ده. وطبعا بيحصل منها، نقدر نحصل منها على ريبورت، نقدر نحصل منها على انيشال انفورسمنت، نقدر نحصل منها على كميات، وبعد كده طبعا نكمل تسليح، طبعا نروح للريفت، تروح بالصوفي ستاك دي برضو اضافه جديده بتنزل على الريفت، والريفت نفسه دلوقتي بدا يسلح الكباري، طبعا شكل رهيب جدا ممكن تحصل عليه زي ما احنا شايفين هنا، حاجه قويه جدا. طيب نخش على الجزء اللي بعد كده، طبعا ادفانسد اشكال متقدمه من الكباري نقدر تحصل عليها بالنافيس وورك بالانفروركس. سايت بلاننج، تخطيط الموقع، ازاي يبقى عندي موقع واختبره، ازاي نوع التراك اللي هتمشي في المكان ده، لو منطقه صناعيه منطقه سكنيه، السايت ده هينجح ولا مش هينجح وانا لسه في مرحله التصميم. تمام، الباركينج بتاعتي شكلها بختبرها، كل ده سايت بلاننج. ريلوي بروجكت، لو عندي مشروع قائم بعمل رفع ليزر سكاننج، بدخل الكلام ده على انفروركس، بعمل انفاق، بعمل كباري، بضيف عناصر الريلوي، بعد كده اروح للسيفل اعمل بروفايل، حط تمبلت، بعد التمبلت بعرض الكلام ده برزنتيشن، بوديه للريفت بسلح. درينج بروجكت جزئين طبعا، درينج نتورك وفلات سيميليشن. درينج نتورك طبعا تبقى تحت الطريق، ودي ممكن اتعرض ليها في الانفروركس. فلات سيميليشن دي من احد الادوات القويه جدا اللي انفروركس دلوقتي بيعملها، خصوصا في مراحل الكونسبشوال ديزاين، ان انا ممكن اعمل فلات سيميليشن للمدينه بيزد على الهيستوريكال انفورميشن خاصه بالامطار والكيرف بتاع المطر، ممكن ادخل الداتا واعمل رن فلاد في 10 سنوات، في 50 سنه، في 100 سنه، حسب الامبورتنس بتاعت كل مدينه واللاند يوز، بقى احصل منه على الشكل اللي احنا شايفينه ده، توزيع الفلاد، ايه المناطق اللي هتغرق او ايه المناطق اللي محتاج ان انا اتجنبها، شكل التشانل او السايز ممكن نحصل عليه، حاجه قويه جدا طبعا ممكن ان احنا نشوفها في البرنامج. طيب لو اتنقلنا من هنا الى طبعا محاضرة يعني تقريبا 150 سلايد. طب انا كده خلصت، اوكي خلصت محاضرة النهاردة وكمان زودت عنها شوية عشان ادي الناس فكرة ايه اللي احنا ممكن نستعرضه في المحاضرات الجاية. يا ريت اللي عنده سؤال خاص بمحاضرة النهاردة يتفضل، واسفين على الاطالة يعني. جزاكم الله خير يا استاذنا الغالي، الله يكرمك. يا ريت لو اي حد عنده سؤال بس يعمل رايس هاند. اتفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه. طبعا شكرا جزيلا على المحاضره الرائعه دي. عندي سؤال مبدئي، هو فكره انا مهندس طرق، يعني عندي خبره 5 سنين، اشتغلت انواع معينه من الطرق والكباري. الفكره كلها ان انا لو عايز ابدا ادخل في المجال البيم الخاص بالانفراستراكشر والطرق بالاضافه للسمارت سيتيز، في شركات فعلا هل شغاله دلوقتي في المجال ده ولا لسه المجال يعني لسه بيشق طريقه زي ما بيقولوا ولسه بدري عليه شويه؟ ده السؤال الرئيسي يعني اللي عندي. طيب انا هقول لك على حاجه حصلت معايا بشكل شخصي. الناس اللي بتشتغل بيم زي ما انت تفضلت دلوقتي بشكل كامل ناس معدوده، وانا عايز اقول لك اللي ممكن كل اسبوع مثلا في حد بيكلمني بيقول لي وانس ايمن احنا عايزين ناس بيم وفي اماكن كويسه، لان الماركت متعطش للموضوع. وبعدين زي ما قلت لك انت مثلا بيم رود انجينير، مفيش مشكله خالص، انا بقى بيم رود انجينير بشتغل نافيز وورك، بيم رود انجينير بشتغل انفرورس، كل دي بتديك اضافات. فهل السوق طالب الكلام ده؟ جدا، وشركات مش عايز اذكر اسماء، شركات انترناشونال كمان وارقام كويسه. لكن هي الفكره في ايه؟ حاجه برضو اللي انا عايز اتكلم فيها، اللي في بعض المهندسين بتبقى شاطره جدا فنيا لكن في السيلف براندنج ضعيف، ودي انا ناس اتعاملت معاها فعلا وشفتها في حياتي. انت انا بعتبر المهندس ممكن يبقى 50% من وقته بيشتغل على نفسه، 50% من وقته برضو يسوق لنفسه. يعني انا مثلا عملت مشروع كويس او عملت حاجه كويسه، لازم اعمل براندنج للكلام ده سواء في شركتي او مع مديريني او حتى في السوشيال ميديا للناس اللي لها علاقه بيا. ده مهم جدا، وده على فكره بيجيب شغل. فانت اي حاجه بتكتسبها تشاركها مع الاخرين بحيث ان انت تسوق لنفسك. فاعتقد البيم هو حاجه مش جديده وهي حاجه قديمه، ولكن في مجال الانفراستراكشر لان هو متشعب كل يوم بيحصل فيه جديد، فانت شغال في بحر غير المباني. يعني المباني الناس دلوقتي ما فيش واحد بيشتغل مباني بيعرفش يشتغل ريفيت دلوقتي، ما فيش واحد بيشتغل مباني بيعرفش يشتغل نافيز وورك ولا بيعمل كلاشات ولا بحسب كميات ولا اوتوميشن. كل الناس بتعمل الكلام، كل الناس بتشتغل مباني بتعمل الكلام، لكن هل كل الناس اللي بتشتغل انفراستراكشر بتعمل الكلام اللي انا قلته ده؟ صعب، لان احنا بنتكلم في اكتر من تخصص. فانت بتلعب في ملعب كبير بتاعك وفاضي، انت الحته دي جديده، السوق متعطش، فانت شوف المجال اللي انت حبه. وطبعا الداتا موجوده على النت والكورسات مجانيه موجوده وفري، فانا شايف ان العكس ده فرصه كويسه ان احنا نتعلم، والسوق موجود وطالب ناس يعني. طيب سؤال تاني سريعا، وهي فكره السلام عليكم. السلام عليكم، شكرا على المحاضره. استاذنك نكمل مع المتسائل الاول. طيب اكمل السؤال. طيب هو فكره البروجرامنج مع البيم فور انفراستراكشر تحديدا، هل هو برضو ليه سوق دلوقتي ولا لسه برضو لا؟ يعني لسه ده تحديدا لسه نقطه شويه مش قويه او مش متعارف عليها في السوق شويه، على عكس مثلا الناس اللي بتكون في البروجرامنج قويه جدا ولكن في ناحيه الريفت وناحيه البيم الخاص بالريفت تحديدا يعني مقصود. والله البروجرامينج انت لو سالتني هتحب ترجع بيك الزمن لورا وتشتغل ايه، هقول لك اخش في البرمجه، لان البرمجه دلوقتي هي المستقبل وهي داخله في كل حاجه. يعني الروبوتس دلوقتي او الماشين ليرنينج دلوقتي هم بيستبدلوا الناس كلهم دلوقتي بيستبدلوا الاشخاص بالالات. يعني كنت شفت احد الفيديوهات ان هم استبدلوا تقريبا 1000 عامل ب 80 روبوت. وزي ما انت شفت ما حصل الكورونا ده احنا كلنا اشتغلنا من البيت، هل المشروع وقف؟ لا المشروع ما وقفش. هل الدنيا انهارت؟ لا ما انهارت. اذا في دلوقتي توجه الى استبدال العنصر البشري بالعنصر اللي هو الصناعي. طب انت لو مش شغال عنصر بشري، يعني انت راجل عنصر بشري وكمان قدراتك ضعيفه في مجال الانتاج، طب انت الناس السوق هيستغنى عنك. لكن انا مثلا لو معايا عنصر، لو انا عنصر بشري بس اجيد مهاره البرمجه اللي هي المستقبل، يعني مثلا بقدر اشتغل برمجه، اقدر اكتب كود، طبعا انا بخلق لنفسي فرصه جديده. الشركات بدات تعمله دلوقتي ان هو مثلا حاجه زي جي اس
والاوتوديسك انتجريشن ده حاجه قويه جدا. دلوقتي بداوا يدخلوا معلومات كامله، طبعا شركتين منافسه بينهم قويه جدا وكل واحده ليها تخصص، ولكن لما حصل الانتجريشن ده فتح برضو سوق جديد الانترنت اوف ثينجز والكلام ده. فاذا البرمجه بالعكس، البرمجه لو رجع بيها الزمن لورا هتعلم برمجه. البرمجه في المباني ظهر شويه دلوقتي وفي ناس كتير بدات تتكلم فيها، مهندس مصطفى، وفي كورسات كتير جدا على النت، ناس اساتذه طبعا بتتكلم في الموضوع ده. لكن احنا ممكن نستفيد بالموضوع ده في ايه؟ احنا بنفتح لسه الموضوع، ولكن في مجال الانفراستراكشر لسه مش منتشر قوي موضوع البرمجه. لكن مش هيضر طبعا ان احنا نتعلم لغه برمجه، هتفيدنا وقت الحاجه يعني. فانا شايف ان ده هيبقى عليه طلب في الايام الجايه بشكل كبير جدا، زيه زي البيم ممكن اكتر. تمام، انا عندي تعليقين سريع بسرعه جدا. اول تعليق هو ان فعلا محتوى الكورس بالنسبه للرودز تحديدا هو مش هيكون، يعني انا لما حضرتك يعني عملت سريعا كده وريت السلايدز، انا بصيت سريعا لا هو بالنسبه للرودز ديزاين هو ان شاء الله مش هيكون صعب عليه، بالعكس ده هيكون اضافه قويه ليه، وفي فعلا تولز كسيميليشن وك تشيك فور انترسكشنز سيفتي وهكذا، دي حاجات الى حد كبير بنستخدمها كديزاين وده هيكون قوي جدا الصراحه، يعني ده اضافه كبيره جدا لمهندسين الطرق. الحاجه الثانيه وهي حاجه بره المجال وهي فكره اضافه الارتفيشال انتليجنس شويه للسمارت سيتيز وغالبا بقى للديزاين قدام ان شاء الله، يعني اعتقد ان ده هيكون مجال قوي جدا ومجال الى حد ما يعني هيكون ليه سوقه ان شاء الله، بس يعني ده لسه شويه ما يعني عليه مجهود قدام يعني شويه ان شاء الله. وشكرا جزيلا ليك على فعلا على الاضافه دي وعلى الكورس دوت ان شاء الله. شكرا جزيلا. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مشكور على المحاضره في القمه. انا طالب هندسه انفراستراكشر انجينيرنج في تخصص ميناء. انا بصدد القيام بمذكره تخرج كي كونستراكشن. كي كونستراكشن تمام. اوكي. And I want to something and I want to integrate BIM on this project. What is the discipline? What is your discipline? Marine's work. Marine's work. K construction. K. Rasif. Okay. Ayo. Tamam. خلينا نجاوب English or Arabic برضه. I think for even for marine structures there is some specific software we can use it. I believe it's related to Bentley, not in Autodesk, but there is also some software specialized for marine works, and I can share some resources with you even to just get the idea. And one of the advantage to have software like Bentley, I believe it's one of the most powerful companies for the software and BIM application. So I believe Autodesk is advanced in the presentation and in the visualization, but Bentley is more powerful in the infrastructure. So when marine structure is part of the infrastructure, I believe it will be the best option for you. فأعتقد زي ما احنا ردينا على المتسائل، هو بيسأل عن المارين ستراكشر عند مشروع تخرج. احنا ممكن ان احنا نديله بعض الريسورسز الخاصه بيه البنتلي، لان شفت قبل كده بعض الريسورسز او بعض السوفت وير بتشتغل في هذا المجال في الاوف شور او المارين ستراكشر. أتمنى لنا أكون جاوبت السؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشكور على المحاضرة القيمة يا باشمهندس أيمن. والشكر موصول للإخوة في التنظيم مهندس عمر السليم وبيم إيرابيا ككل. أنا حابب أسأل عن كم نقطة أنت ذكرتها خلال المحاضرة، حابب أعرفها يعني.
الحاجة الأولى بالنسبة للستاندرز المستخدمة في البيم أصلا. أوكي نحن حضرنا معاكم وحضرنا محاضرات كثيرة عن البيم وعرفنا الكونسبت في البيم، لكن لو يا ريت لو تشاركوا معانا الستاندرز، لو في ستاندرز انترناشونال على أساس إن الواحد يكون عنده معلومات أكثر عن البيم. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة للتطبيق للبيم في الترانسبورتيشن يا باشمهندس طيب أي برامج أنا يعني أنا هشتغل على الإنفرا وورك، هعمل الترافيك مانجمنت، هعمل الترانسبورتيشن بلانينج، هعمل خلينا نقول ال 3D أنيميشن للطرق كلها من خلال الإنفرا وورك، ولا ممكن أستخدم برامج زي سيدرا وزي الفيزم والفيزم في سكيلز مختلفة؟ يعني أنا بس داير أعرف النقطة دي على أساس إنه هل الإنفرا وورك بيغنيني عن بقية البرامج الثانية يعني ولا كيف؟ طيب نجاوب السؤال الأول هو خاص بالبيم ستاندرد. مهندس عمر معايا؟ مهندس عمر سليم؟ أيوة أستاذنا معايا حضرتك. أيوة حضرتك. أيوة مهندس عمر. أيوة حضرتك يا أستاذ. أنا هسيبك تجاوب السؤال الأول خاص بالبيم ستاندرد. لا أستاذنا ما ينفعش حضرتك أستاذنا تفضل. طبعا حضرتك عارف اللي احنا في اكتر من كود او اكتر من ستاندرد، وده بيختلف حسب كل بلد. يعني كل بلد دلوقتي، حتى مصر بدأت تعمل بيم كود وبدأنا نشتغل بيه، السعودية دلوقتي شغالين على البيم كود، في دبي عندهم برضو الستاندرد. في كل دولة فيها ستاندرد، لكن الكونسبت واحد. الكونسبت واحد، لو اتكلمنا عن LOD مثلا هتلاقيها في كل الكودات واحدة ولكن مسمياتها مختلفة. اتكلمنا عن البيم دايمنشن هتلاقيها واحده ولكن مسمياتها مختلفه. فبالنسبه للشيرنج للستاندرد، ايوه احنا ممكن نحط لينك في الستاندردز العالميه كلها اللي في البيم، بحيث يبقى ريفرنس لاي حد عايز يرجع له كود مثلا كده الكودات كلها. ونقدر احنا مثلا حد عايز يشتغل باليوكي، حد عايز يشتغل بامريكا، حد عايز يشتغل بالكود المصري، فده حاجة هننسقها مع فريق الإعداد، ويبقى في لينك على الجروب الخاص بالكورس، والناس تقدر تحصل على، بحيث أنت حتى تقدر تشوف الناس دي بتفكر إزاي، الحاجة دي هنا شكلها إيه. لأن أنا شفت بعض المحاضرات المهندس عمر سليم على قناة بيم أريبيا، بصراحة يعني حاجة وهم، يعني عامل مقارنة ما بين الكودات، يعني في بعض الكودات متفوقة جداً في مرحلة الشرح حتى والمفاهيم، وبعض الكودات بتبقى معقدة جدا ولكن بيحكمك بيها البلد. فإن شاء الله النقطة دي نغطيها. النقطة التانية الخاصة بالسوفت وير خاصة بالطرق، شوف احنا نقسمهم جزئين، conceptual design و detail design. conceptual design انا من مدرسة الاوتوديسك، يعني في ناس بتفضل البنتلي، انا من 2008 وانا شغال اوتوديسك. طبعا بشتغل شويه بنتلي، ولكن طبيعه المكان في الوطن العربي حكمت اللي احنا نشتغل بالسوفت وير ده. طيب INFRWORKS بيتيح ليك انك تعمل كونسبشوال ديزاين، ومش ترمي مجهودك في الارض بعد ما خلاص الكونسبشوال ديزاين، لا بتحوله للسيفل 3 دي، ودي احد المميزات اللي في البيم، ان انت الستيك هولدرز بيقتنع بيك، وبعد ما يقتنع بيك تروح المكتب تحول كونفرت سيفل 3 دي، تفنش اللوح انت خلصت. فده الفرق ما بين الانفرووركس، ان انت تاخد بري ابروفال وتكمل شغلك على السيفل 3 دي، تطلع داتا ترميها للسايت. اذا دول بيكملوا بعض. بداوا يطوروا شويه في الانفرووركس دلوقتي، دخلوا فيه الانجن خاصه بالكودات التصميميه بتاعه الطرق وبتاعه الكباري زي ما احنا شفنا. طبعا دي اداه قويه جدا وانا بعتمد عليه في جزء كبير جدا من شغلي. لكن الفيزم مثلا او السيدرا دي برامج قويه جدا، بس في ايه؟ في الترانسبورتيشن ستادي. يعني ما اقدرش انا مثلا اعمل دراسه مروريه على الانفرووركس. اقدر ان انا اعمل سيميليشن للترافيك، ادخل الترافيك ديموند عند كل جانكشن واقدر اعمل سيميليشن واقنع بيه اللي قدامي، لكن هل اقدر اطلع بيه ليفل اوف سيرفيس، او اقدر اطلع بيه تصنيف طريق او عدد حارات، او اعمل هنا رايت تيرن او هنا يو تيرن او هنا نوع الاشاره ايه؟ لا ما اقدرش اطلع الكلام ده، وهنا بيحكمني برامج تانية متخصصة زي السيدرا انترسكشن او الفيزم في تخطيط الترافيك.
فانا برضو الحاجات دي برضو مريت عليها، والحاجات دي السوفت وير دي عايز اقول لك اللي هي بدات تطبق البيم. يعني انت لما تيجي تشتغل سيدره او تشتغل فيزم دلوقتي بقى في حاجه عندهم جوه الفيزم نفسه انك تعمل سيميليشن للترافيك، تشوف الكلام ده في 3 دي، يعني برضو بتكلم الستيك هولدر برضو بتوعك وبتاخد ابروفال. فهي كل شركه بتطور في نفسها في مجال البيم. وانت سلام بقى لو انت عندك كومباينيشن ما بين امتى استعمل الاداه دي وامتى استعمل الاداه دي. يعني مثلا انا البيم في الاوتوديسك زي ما بقول لك شاطره في البرزنتيشن، شاطرين جدا في البرزنتيشن، لكن مثلا كانفراستراكشر ما فيش حد هنا من الناس اللي معانا هتساله انت بتصمم بايه انفراستراكشر بنيه تحتيه، هيقول لك اوتوديسك. كل الناس هتكتب بنتري، كل الناس هتكتب سيور جيمس ووتر جيمس، لان دي برامج قويه جدا كانجن في الاناليسيس استاد برو الكلام ده. اذا انا ابقى شغال مثلا على الووتر جيمس بس اقدر احول الشبكه على السيفل 3 دي، ابقى شغال على السيور جيمس بس اقدر ان انا ما ارميش مجهودي وابدا على السيفل 3 دي من البدايه. لا، هنا بقى هنا البيم، هنا شطارتك كمهندس ان انت تعمل انتجريشن ما بين الكلام ده كله. تمام. ايوه اتمنى اكون طيب. جاوبتك. والله جاوبت ووافي جدا يا باشا، بس في نقطة يا ريت لو برضو ناخدها معانا في الاعتبار، لأنه نحن في الوطن العربي هنا يعني محتاجين نعرف البرامج في الانفراستراكشر زي السينكرو والفيزم والفيزم، لأنه ما في ريفرنس لها، ما في تيتوريالز. يعني نحن حضرنا لك من زمان يا باشمهندس في مجالات كثيرة ما شاء الله تبارك الله، لكن في برامج تانية ما في جهة متطرقة لها، يعني يا ريت برضو يكون في فوكس عليها يعني، وهي مهمة جدا تدي فرص في أكبر الشركات. يعني بوعدك إن شاء الله بعد ما نخلص الكورس ده ربنا يعيننا يبقى في كورس خاص بالترافيك إن شاء الله ستاديز. تسلم يا باشا، تسلم، مشكورين، جزاكم الله خير، شكرا، ألف شكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، يعطيك العافية مهندس أيمن. تسلم حبيبي، تسلم. الله يبارك فيك يا رب. مهندس أيمن، أنا مهندس مدني وبكمل الآن، الله يسعدك يا رب، وبكمل الآن في مجال الماستر في مجال الجيو انفورماتكس الجي اس والاستشعار عن بعد. تمام. والآن أنا مهندس أيمن، يعني شغفي البيم تقريبا منذ سنتين، يعني خصوصا يعني ما شاء الله من الشغوفين. عفوا، هو الصوت بس بيقطع شويه. الو، مسموع الصوت شويه بيقطع. بيم تقريبا منذ سنتين، يعني حابب اني ابلش في هذا المجال، يعني مثلا. تمام، كمل يا فندم. هيك منيح مهندس مش كده؟ ايوه كده منيح، كمل. الله يسلمك. فبش مهندس، قلت لك انه انا حاليا بكمل ماجستير في مجال الجي انفورماتكس الجي اي اس والاستشعار عن بعد التطبيقي، وانا يعني حاب مجال البيم من تقريبا منذ سنتين، يعني وانا مهتم في هذا المجال وانا متابع يعني شديد لحضرتك وحتى على يوديمي ايضا كمان، يعني ما شاء الله دوراتك جدا رائعة. الله يسلمك. ولكن هسه الان يعني اليه البدء في هذا المجال وكيفيه البدء، يعني كون الواحد يعني المجال نوعا ما واسع وما بتعرفش كيف تبدا في هذا المجال، وهم البرامج الواجب تعلمها في البدء في هذا المجال والابداع والاحتراف فيه ان شاء الله. بمعيتكم مهندس ايمن، بارك الله فيك. حبيبي تسلم، جزاك الله خير. أعتقد أن احنا في المحاضرة الجاية إن شاء الله يعني هنتكلم بشكل أكثر تفصيلاً في الـ GIS، يعني هنتكلم في المفهوم وفكرة عامة بشكل عام، وبعد كده هنبدأ نتكلم ممكن عن software اللي احنا ممكن نستعملها أو الـ applications اللي ممكن نستعملها. أعتقد في المحاضرة الجاية هتبقى الأمور عندك أوضح شوية،
ولو المحاضرة الجاية ما جاوبتكش احنا ممكن احنا نبحث في الموضوع بشكل اكثر تفصيلا واجاوبك اكثر على السؤال. اوكي ان شاء الله مهندس ايمن بارك الله فيك حبيبي تحت امرك الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمل الله بالخير يا شباب، كيف الحال؟ طيب إن شاء الله. حبيبي تسلم. الله يسلمك. معكم المهندس إسماعيل حيدرة، وحبيت أتقدم بالشكر الجزيل للأخ المهندس أيمن كنديل و المرسلين. أخي أشكرك. أشكرك من الأعماق، لأنه صراحة الحين النظرة بتكون شاملة حول موضوع البيم بالنسبة لاستخدام الأدوات. المهندس في عنده دورة جيدة جدا على يوديمي، فكيف تبدأ بالتصميم الكونسبتشوال ديزاين وتنقل التصاميم للبرامج الثانية. فمن خلال هذا المحاضرة حبيت أشكركم شكرا جزيلا، وأتمنى لكم التوفيق بشكل عام، وشكرا لجميع الزملاء اللي حضروا واللي مهتمين في مجال البيم، وتقبلوا خالص تحياتي. حبيبي مهندس اسماعيل، بتشرف بمعرفتك ومن احد الاصدقاء اللي انا بعتز بهم جدا. مهندس اسماعيل على راسي يا باشمهندس، يعطيك العافيه. اي اسئله ثانيه يا جماعه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبار حضرتك يا باشمهندس ايمن؟ اسال الله عز وجل ان يبارك لك وان يجعل في ميزان حسناتك. معك اخوك احمد جمعه درينجي انجينير، ومهتم شويه في البيم، وحاب اعرف ازاي ابدا، يعني ابدا كدرينجي انجينير زي ما حضرتك كاتب في الموضح في النقطه السابعه ان درينجي بروجكتس ممكن استعمل فيها البيم. حضرتك ممكن تحط لنا مثلا ايه البرامج والمهارات اللي ممكن احنا تكون معانا قبل ما ندخل؟ ثم زي ما السؤال اللي ما شاء الله الزملاء كلهم سالوه، الطريق اللي امشي عليه من البدايه الى الاحتراف. جزاك الله خير. شكرا جزيلا. انا طبعا بحكم شغلي في المدينه درينج، احنا دايما بنلجا الى البنتلي. احنا عندنا مثلا السوفت وير الخاصه، انت هتلاقيك برضه انت بتشتغل بنتلي، السوفت وير الخاصه بالدرينج غالبا بنشتغل بالبنتلي. البنتلي ممكن نفصل منها على الداتا التصميميه اللي ممكن اشتغل بيها، وممكن يحصل كمان انتجريشن ما بينها وما بين البرامج الثانيه زي مثلا سيور جيمس او الووتر جيمس او الكالفرت ماستر، الكلام ده كله ممكن احنا نعمل بينه وبين بعض انتجريشن. لكن لو بنتكلم على اوتوديسك، ففي مثلا بعض السوفت وير اللي ممكن تفيدني في مرحله الدرينج زي مثلا الانفروكس، اقدر ممكن اعمل بيها شبكه انفراستراكشر خاصه بالدرينج، واقدر الشبكه دي اعمل لها اناليسيس في السيفل 3 دي، واخد نفس الشبكه وادخلها في مع مجموعه من الشبكات. تمام، والشبكات دي بعمل لها استاذن حضرتك يا باشمهندس، حضرتك وانا بتابع حضرتك في المحاضره، حضرتك قلت ان الانفرا ووركس ما بعملش عليه الموديل التصميمي، هو مجرد ما هو الا يعني ان انا اشوف عليه الانترسكشن بين الشغل، اشوف عليه سيموليشن معين، انما الموديل التصميمي نفسه ده ممكن بعمله على برنامج متخصص كالترافيك، بعمله على السيدرا مثلا، انا ممكن اعمل الموديل التصميمي بتاع على الاس اس اي اللي هو الستورم اناليسيز اللي هو احد منتجات الاوتوديسك، ممكن اعمل على موديل التصميم وبعدين ادخل بيه على الانفرا ووركس اشتغل بيه اكمل. بس هو حضرتك السيكونس اللي بمشي عليه، يعني انا اعمل موديل التصميم الاول بعدين ادخل على مثلا انفرا ووركس، بعدين ايه الخطوات، ايه الفهرس اللي بمشي وراه؟ الخطوات ان احنا اول ما يعمل الفكره التصميميه، يعني احنا بنبدا الاول بالكونسبت. الكونسبت ده عباره عن ايه؟ انا عندي طب مشروع طريق عايز اعمل له شبكه صرف، طيب هل الصح ان انا اروح ارفع مساحي والناس تنزل واكلف نفسي واعمل شبكه واخلصها على السيفل 3 دي وبعد كده في الاخر يترفض المشروع؟ لا، انا افتح الانفروركس واجيب الموديل بيلدر واجيب شبكه الطرق في المكان ده
واعمل طريق بسيط على الـ على الانفرووركس تمام، وبعد كده اخد الكلام ده واروح بيه على السيفل 3 دي اعمل له اناليسيس، ممكن الشبكه بتاعتي اطلعها على السيفل 3 دي، ممكن احصل كمياتها واعمل زي ما قلت لك في فلاش، ممكن اصلا اشتغل داخل البنتلي واخد من البنتلي دايركتلي على السيفل 3 دي، وممكن بعد ما اروح للسيفل 3 دي ما فيش مانع خالص ان انا اخد الكلام ده واروح على الانفرووركس. فلو بنتكلم على conceptual design detail design خلاص conceptual، هنبدأ في الانفرووركس ننهي بالتصميم فين؟ ننهي بالتصميم داخل البنتلي، ومن البنتلي بعد ما بنعرف قطعات الشبكة المظبوطة بناخد من البنتلي على السيفل 3 دي اطلع لوحات. اذا انفرووركس بنتلي، من بنتلي على السيفل 3 دي نطلع لوحات. اوكي تمام. طبعا التول الموجوده في الاوتوديسك اللي هي الستورم الاس اس 8 ستورم اللي هي سيناتري اناليسيس، ممكن برضو تعمل بيها اناليسيس للشبكه، لكن الباور بتاعتها مختلفه عن البنتلي. بنتلي اكبر واشمل صحيح. من الانجن الخاصه بالتصميم، لذلك زي ما بقول لك الورك فلو ان احنا دايما بنتبعه يقول لك ايه، شبكات الجرافيتي ابنيها على البنتلي، شوف هيك ابنيها على البنتلي وارميها على السيفل. ليه؟ لان في اوبشنز ممكن تعمل امبورت للجرافيتي بتتقبل، لكن شبكات البريشر ما بلتزمش قوي بالمناسيب. ليه؟ طالع نازل حسب اللي بيقابلني، يعني دايما الاحترام بيبقى للجرافيتي، فانا بطلع وبنزل، فانا الطلوع والنزول ده اقدر لنا دلوقتي في السيفل 3 دي اقدر امثله في 2021، عملوا خصائص كتيره جدا في البريشر لاينز بالذات، الفيتنج اصبحت اوتوماتيك، اصبح الكونكشنز اللي بضيفها ما بين اي خطين اوتوماتيك، بتقرا السايز بتاع البايب دي والسايز بتاع البايب دي بتبقى اوتوماتيك فيتنج. طبعا دي اضافات قويه جدا، حتى ما بتيجي تعمل كروسنج مع بايب دلوقتي بيحس بيها في السيفل 3 دي. اذا احنا هنخليها جرافيتي نبنيها على البنتلي ونرميها على السيفل 3 دي، بريشر لاينز نبنيها على البنتلي ونبنيها على السيفل 3 دي، لانها مش بتاخد وقت في البناء على السيفل 3 دي. اوكي اتمنى اكون جاوبتك. طب حضرتك بعد ما ابني يعني انفرووركس الاول، بعدين ابني الموديل على اي منتج من منتجات بنتلي، سور جيمس وليكن، بعد كده ارجع على السيفل اخلص الايه الفينيشنج واللوحات بتاعتي. الله ينور. تمام. في خطوات بعد ذلك يا باشمهندس ولا انت لو وصلت لمرحله ان انت تطلع موديل على السيفل 3 دي، الموديل خلاص الماسوره محسوسه انها ماسوره، المانهول محسوس على انه مانهول، فانا من الكلام ده بقدر اطلع سيتنج او تشيت، وبقدر اطلع الداتا شيت بتاعه السايت، ممكن اطلع بيه شوب دروينج تمام، ممكن اعمل بيه كلاش ديتكشن ما بين الشبكات، بكمل بقى شغلي بعد كده عادي يعني، فاهم مرحله التصميم. يعني انا افهم من حضرتك يعني ان ان ان, إن انا اهم موديل بالنسبه لي دلوقتي هو الانفرووركس، ده اهم موديل اللي بيبين لي كثير من هو مهم انك تعمل العقبات اللي ممكن تقابلني. هو مهم انك تاخد بيه يعني اولا تحسب بيه تكلفه ابتدائيه للمشروع، وممكن تاخد بيه اكتر من بروبوزال في وقت قليل وتعمل بيه بري ابروفال للمشروع. انت دلوقتي في مرحله كونسبشوال ستاديز اللي هي 15% لسه بتاخد ابروفال على المكان، ابروفال على الشكل الشبكه، عدد المانهولز، حصر مبدئي، خلاص انا اوكي يا جماعه موافقين، ابدا اصمم بقى الكلام ده، اعمل سايزنج بقى، سايزنج على الشبكه، انا قطر الشبكات دي هتسيف معايا 150، المانهولات دي هيبقى عددها كذا، اعمل الكلام ده فين؟ في البنتلي. خلاص اتاكدت من الشبكه اوكي، برميها على السيفل 3 دي، الناس تبدا تشوفها بقى في شكل كوردينيشن بقى. تمام. نعم اتمنى اكون جاوبتك. جزاك الله خير يا باشمهندس. استاذ حضرتك المحاضرات امتى ان شاء الله تعالى بتبدا او الجدول بتاعك؟ ان شاء الله في جدول هينزل بالمحاضرات بنسق مع بيم اريبيا، وبينزل جدول بكل محاضره، يعني مثلا محاضره جي اس يوم كذا، محاضره طرق يوم كذا، بحيث الناس اللي عايزه تحضر كل او بعض المحاضرات تبقى عارفه ايه الجدول الجاي. جزاك الله خير يا باشمهندس، بارك الله فيك. شكرا. عليكم السلام.
عليكم السلام. الصوت واطي جدا. تمام. كده الصوت تمام يا باشمهندس؟ يا ريت نعلي الصوت شويه معلش. بقول لحضرتك كده الصوت تمام؟ لا لسه الصوت واطي. طيب كده الصوت تمام. تمام اتفضل يا باشمهندس. تفضل يا باشمهندس. السلام عليكم. تاني سؤال يا باشمهندس، ايه هي لغة البرمجة الأقرب للمهندس بتاع الانفراستراكشر؟ الو ايوه يا باشمهندس مع حضرتك، بقول لحضرتك ايه هي لغة البرمجة الأقرب لمهندس الانفراستراكشر؟ والله طبعا انا شايف اللغة البرمجة اللي هي اقرب للانجينيرينج بشكل عام البايثون. اوكي بلس اللي فيه دلوقتي مثلا زي الداينامو، السوفت وير الخاص بالداينامو بدا يحصل فيه انتجريشن دلوقتي ما بين السيفل 3 دي والداينامو في تغيير الشبكات والسايزات والكلام ده. فاعتقد ممكن البدايه تكون من سوفت وير زي الداينامو ونتعلم حاجه زي البايثون، لكن تطبيقات الكلام ده العمليه لسه ما شفناهاش، لسه ما شفناش حد بيتكلم في الموضوع ده بشكل مفصل غير مثلا المباني، الامور بدات توضح فيها شويه في مجال البرمجه. لكن لو سالتني ايه هي لغه البرمجه الموازيه للهندسه دلوقتي هقول لك هي البايثون. طيب ده يخليني اسال حضرتك احنا امتى انا كانجينير احتاج ان انا اعمل كود؟ يعني انت الورك فلو اللي احنا بنتكلم فيه كنا شويه مع المهندس احمد جمعه يعني معروف لينا كلنا، انت بتعمل كونسبشوال على الانفرا وبعد كده انت بتدايزن بالبنتلي عشان قلنا الانجنز بتاعتها كويسه، وبعد كده بتخرج شغلك عشان البرزنتيشن وعشان السيفر 3 دي والكاد والكلام ده كله. انا محتاج فعليا بقى كمثلا مهندس تصميم شبكات محتاج الكود في ايه؟ ما انا السوليوشنز كلها بتجيلي من البنتلي فاميليز، من اوتو ديسك فاميلي. فانا يعني انا حابب اتعلم كودينج بس مش عارف هعمل له ابلاي في ايه، يعني ما هو انا لازم اتحط في مشكله عشان اعمل لها كود. طيب طبعا هسيب الاجابه دي للمهندس عمر، بس هقول لك من خلال خبرتي دلوقتي. لو انت عندك 50 مانهول اوكي او 100 مانهول تشتغل في مدينه، تمام، مدينه كامله، مدينه فيها 100 مانهول او 1000 مانهول، وفجأة جالك تعديل ان كل المانهولات دي تبقى مثلا سايزاتها 1200 او 1100 ايا يعني كان، اوكي، وانت عايز تعدل الكلام ده كله في كليكة واحدة، هنا البرمجة. هنا البرمجة انك تكتب كود بيختار مثلا المانهولز او الكولفرت او البايبس اللي بسايز معين وبيغيرها اوتوماتيك وبتشوف الكلام ده قدامك بتكنترول الكلام ده. حلو. انت في البنتلي فاميلي اكيد عارف ان في فلتر وفي كويري وفي جلوبال ايديت، يعني برضو هتلاقي ان دنيتك سهله. انا اقصد ما عادش في شغلانتنا في حاجه تبقى تو بي انفنتد، فهمني حضرتك ازاي؟ عشان كده انت قلت كلمه حلوه دلوقتي، انت قلت عشان تحصل على الاجابه لازم تقابل المشكله. اه بالظبط. اه فلازم يبقى في مشكله عشان نوجد لها حل. فلو ما فيش مشكله وفي فول انتجريشن واحنا بنحل المشاكل كلها انترنالي اكيد مش هيبقى في حاجه للبايثون. عشان كده بقول لك في الافق دلوقتي احنا لسه ما شفناش حد بيتكلم في الموضوع ده، لكن ده لا يمنع ان انا كمهندس مثلا مدني انا حابب ان انا اتعلم لغه زي البايثون، مع ان لسه فيها بيجنر جدا. لكن مثلا السوفت وير اللي اتعمل الجديده دلوقتي اللي تقدر تطلع عليها سوفت وير بروجرامنج بس هي مش بروجرامنج، زي مثلا الداينامو بدا يعمل حاجات زي كده، بدا يتحكم في عناصر المشروع ويغيرها وهكذا. فاحنا ممكن نبدا بالداينامو وعلى الطريق الموازي ان احنا نبدا نتعلم بايثون كلغه برمجه كمهندس لحين ما يتفتح المجال. لكن الاجابه بتاعت السؤال ده
مش موجوده دلوقتي. طيب حضرتك طبعا مشكور وطبعا احنا نتابع مع حضرتك والكورس والف الف شكر للمجهود بتاعك انت ومجموعه بيم اريبيا كلها وكي اي جي انجينير طبعا. اشكرك تحت امرك. شكرا يا فندم الف شكر. شكرا جزيلا. السلام عليكم سايمون. سامعني؟ السلام ورحمه الله. اتفضل. اي سامح يا باشا. شكرا ليك اولا لمجهودك. انا عندي بس هو سؤال سبيسيفيك شويه. احنا دلوقتي عندنا مشروع سنجل كارج واي وعايزين نعمله دبل كارج واي. اوكي. فهو في التندر هو ال او دي مطلوب 300. فالحمد لله انا عايز يعني هاي واي ديزاين. انا شغال كويس في السيفل 3 دي وعندي البيزكس بتاعت الانفرورك. هل انا في المشروع ده مطلوب مني ان انا كمان بتعلم ريفيت لان هو هيكون مطلوب بعد كده؟ وتاني سؤال، انا لو عندي اكزيستنج يوتيليتيز انا بعرف يعني بشتغل عليها في السيفل 3 دي، هل انا يعني بقدر اعمل لها موديلنج على في الانفرا وورك ولا لا؟ شكرا لكم. تمام. السؤال الاول بتاع الكاريج واي. تمام بالظبط. هل الريفت مطلوب في ال يعني هل الريفت هو بيكون مطلوب ان انا بيكون عندي نولج فيه عشان اقدر اشتغل بيم مثلا؟ لا، هو لو بتكلم على انفراستراكشر انت مش محتاج ريفت. يعني ممكن بس تحتاج ان انت يعني ازاي تعمل امبورت اكسبورت، ازاي تعمل انتجريشن مع الريفت فايلز. لكن هو الريفت اصلا كسوفت وير هو مش معقد. لكن مثلا واحد بريدج انجينير، طب بيخلص شغله وعايز يبدا يطلع التسليح والمخططات، لا ده يتعلم ريفت. لكن مثلا واحد يوتيليتي انجينير ده يتعلم ريفت ليه؟ لكن يتعلم ازاي يعمل انتجريشن ما بين الفايلات، ده مهم جدا. تمام. أوكي. ده اجابه السؤال الاول. السؤال الثاني اللي هو انا عندي اكزيستنج يوتيليتيز اوكي هي بتكون جايه اوريدي 2 دي، هل يعني هقدر اعمل لها موديلنج لو هي اوريدي اكزيستنج في الانفرا وورك يعني واعمل انتجريشن بينها وبين الكونسبت اللي انا بفكر فيه ولا لا عشان نشوف هل هيكون في كلاش بينهم؟ شوف، هو دلوقتي طبعا يفضل ان احنا الداتا اللي تجي لنا كلها تبقى في شكل كلاود و 3 دي فيتشرز، لان يعني احنا شغالين دلوقتي حتى على المشروع ده، في مشروع اسمه 3 دي يوتيليتي ماب فيور، ان احنا بنعمل سكاننج للانفراستراكشر اللي موجوده بنحولها ل 3 دي اوبجكت، واللي ما نقدرش نحصل عليها بناخدها من الكاد وبنبنيها في ال 3 دي وبندخلها على جي اس كشيب فايل. فانا بقى دلوقتي مثلا عندي جي اس 3 دي وعندي كل الداتا بيس بتاعت المدينه متخزنه داخل الجي اس ده. طب انا دلوقتي عايز اطور المنطقه دي، اروح للراجل بتاع جي اس اقول له سمحت اديني الداتا بتاعت الموضوع ده، واقوم داخل جوه الانفرا وركس وفتح الجي اي اس من داخل الانفرا وركس واعمل امبورت للداتا اللي جايه من جي اي اس داخل الانفرا وركس، يدي لي شبكات مفهومه. بخش بقى انا اعمل التخطيط بتاعي، ولكن بتجنب مثلا ان انا اصطدم بالشبكات دي او بتجنب ان انا يحصل تعارض بينه وما بينها. ممكن نعمل حاجه زي كده. 2 دي طريق صعب ولازم تعمل موديلنج بنفسك. 3 دي لو جاي لك الداتا 3 دي ترميها على الجي اي اس ممكن تطلع منها بشيف فايل، الشيف فايل يخش على السيف 3 دي او يخش مباشر على الانفرا وركس وتعمل بيه انتجريشن، او ممكن نعمل حاجه زي دي. اوكي تمام، شكرا ليك جدا لمجهودك يا فندم. شكرا احنا بقى كنا من محاضره اسئله ومحاضره شرح. باش محمد اخر اتفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا باشمهندس؟ شكرا على المجهود الرائع ده يعني، وشكرا على المحاضره، محاضره كويسه جدا يعني. الف شكر يا باشمهندس، تسلم. تمام. بقول لحضرتك يا باشمهندس بالنسبه لنقطه البريشر نتورك، تمام، انا عندي فيها مشكله نقطه البارت ليست. لو انا عاوز اعدل يعني انا مثلا بقى عندي فالفات معينه، كتالوج معين السيفل 3 دي او الانفرا حاططهولي، ازاي اقدر اعدل فيه؟ تمام.
ده اول سؤال. تاني سؤال بالنسبه للفلاد ستادي، حضرتك قلت ان احنا ممكن نعمل فلاد ستادي على الانفرا ورك، بس انا لما جيت جربت هو يعني ما فيش اكتر من نوع سيميوليشن ليس اكثر ولا اقل، يعني ما فيش ريبورتس بتطلع للفلاد ستادي او كده. وبالنسبه برضو للجي اي اس، ازاي ابدا اطلع يعني من ده انا استخدمت ده كله ابدا اطلع موديل جي اي اس بعد ما استخدمت سيفل 3 دي والانفرا ورك والبرامج دي كلها، يعني بحيث ان ادي للحكومه مثلا تبدا ان هي تعرف تعرف الشوارع، تدي نيمز ليها، تبقى الموضوع المدينه تبقى ذكيه زي ما حضرتك قلت. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. بص انا نسيت السؤالين الاولانيين فانا هجاوب على الثالث. اوكي الجي اي اس، ايوه ممكن نعمل انتجريشن ما بين الجي اي اس والانفروركس. تمام. ان احنا هناخد الداتا من الجي اي اس هنروح بيها على الانفروركس، هنبني شبكة داخل الانفروركس، سواء الشبكة دي هشتغلها ككونسبت هنهيها في الانفروركس او هشتغلها كديتيل ديزاين في السيفل 3 دي، وبعد كده ارجع تاني للانفروركس. طب انا خلصت بقى شغل وصممت الشبكة وصممت المية وصممت الكلام ده، برجع تاني بقى للجي اس بقول له خد بقى المعلومات اللي انا عملتها دي على الكلاود اللي عندك، فبتقدر ان انت تاخد الداتا اللي انت عملتها في الانفروركس او السيفل 3 دي تسقطها عندك في الداتابيز بتاعت المدينة. تقدر تعمل الكلام الكلام ده لسه اوتوديسك والجي اس عاملين انتجريشن في الموضوع ده، يمكن شهر 4 اللي فات، وبدا فعلا البلاتفورم دي على الاونلاين ارك جي اس فعلا تقدر تحصل على حاجه زي كده. اوكي يعني ممكن اعمل لينك بكل سهوله يعني بين الانفرا ورك دلوقتي والسيفل 3 دي دايركت للجي اس من غير ما اتعب ان انا ابني او بلد الموضوع من الاول يعني. لا لا انت 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 اصلا بيبقى عندك بلاتفورم عليه الاورجانيزيشن بتاعتك وعليه اكونت عليه المشروع بتاعك، بتفتح الاكونت وتروح للانفروركس بتعمل امبورت اولا للاكزيستنج داتا، خلاص انا جبت الداتا من جي اس بنيت المشروع وبنيت الشبكات وبنيت الطريق، طب انا عايز اشوف الكلام ده ابديتد في الارك جي اس او في جي اس داتا، واقوم عامل ابديت للموديل بتروح الداتا على طول تتخزن في الارك جي اس. حاجه رائعه طبعا. ان شاء الله هنحاول ان احنا نشرح الكلام ده بمثال عملي باذن الله. طب بالنسبه للسؤالين التانيين يا دكتور، يعني بالنسبه للووتر بريشر نتورك البارت ليست بتاعتها انا ما بقدرش ابيلد، يعني مثلا لو انا عندي موديل ريفيت او ايا كان عامله سكتش اب او اي برنامج تاني بتاع موديلنج وعاوز ان انا استخدمه بحيث ان هو يكون البارت ليست بتاعتي اللي جوه البرنامج السيفل 3 دي او الانفرا ورك وات ايفر يعني، تمام؟ فهل ده ممكن ان انا اعرف احققه يعني او اعرف ان انا اعمل حاجه زي دي بحيث مثلا ان انا مش كل الفالفات اللي موجوده او البندات او الكلام اللي موجود في الانفرا في الانفرا ورك او السيفل 3 دي نفس اللي موجود عندي مثلا في الموقع عندي، فانا عاوز ان انا اعمل حاجه المفروض ان هي حقيقيه وان انا استخدم اطوال البايبات بحيث ان انا اقدر اوفر اطوال بايبات وابدا احسب كميات من الكلام ده كله، فانا يعني بفكر دلوقتي ان انا اعمل شيفت من الاوتوديسك واجرب بنت دي، فمش عارف نقول اصح يعني. شوف هو في الاوتوديسك طورت الموضوع ده في 2021 في البارت ليست، وانا شفت فيديوهات في الموضوع ده لان انا مش بروفيشنال قوي في الموضوع ده، بس شفت فيديوهات في ناس متمكنه جدا في كيفيه صناعه البارت ليست وكيفيه التعديل فيها، يعني شفت ناس شغاله في الكلام ده، وهحاول ان انا احط فيديو للموضوع ده في المحاضره الخاصه بالويت يوتيليتيز، ازاي ان انت تقدر تغير في البارت ليست وتعمل مكتبتك انت الخاصه بيه اي شكل حتى لو شكل اسطواني تقدر تعمله. في الموضوع ده موجود يعني دلوقتي اتطور جدا في 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 اوتوديسك. اوكي يا ريت يا دكتور والله. وبالنسبه برضه للفلاد ستادي، الفلاد ستادي يعني في الانفرا ورك ما بتجيبش بس غير سيميوليشن بس ليس اكثر ولا اقل، لكن ان انا اطلع ريبورت مثلا معين او كده ما في الاوبشن ده مش موجود يعني، فايه البرنامج اللي ممكن استخدمه ان انا ابدا اعمل اناليسيز وابدا اطلع الكلام ده بحيث مثلا ان انا اعمل بروتكت للسيتي بتاعتي مثلا للمدينه بتاعتي ان انا ارفع ليفلها او ايا كان بحيث ان هي ما يبقاش في فلاد مثلا او مشكله او المدينه تغرق في المستقبل يعني. طبعا اللي بيتفوق في الموضوع ده البنتلي، او طبعا في الدبليو ام اس، وفي اكتر من سوفت وير بيشتغل في الفلاد ستادي، بس احنا لو اتكلمنا على الكونسبشوال ديزاين انا دلوقتي قاعد قدام كلاينت وعايز اقنعه ان المنطقه دي فيها مشكله وانا ما عنديش وقت ولا معلومات، لا نزلت السايت ولا عملت سيرفي ولا عندي الرفع المساحي بتاع المدينه
وعايز اخد قرار لسه فين احط المين شانل بتاعه المدينه، المين درينج ستادي اعملها ازاي. طبعا المهندس عمر النوفل قبل كده شرح الفلاد ستادي في المدينه وازاي ان احنا نعمله، وطبعا ده دراسه تفصيليه ما نقدرش احنا نستغنى عنها. لكن اللي انا بقوله هنا اللي احنا ممكن نقدر نظهر الفكره التصميميه بتاعتنا او نظهر بعض العناصر الخاصه بالدرينج في مرحله الكونسبشوال ديزاين، ولكن هذا لا يمنع ان احنا يبقى عندنا المهاره في التعامل مع البرامج المتخصصه زي الهيكراس والدبليو ام اس والسيور جيمس المتخصصين في الدرينج ستادي بشكل اكبر. يعني خصوصا انت لو هتتكلم على سايزنج الشانلز دي وعايز تحسب لها الفلو وال100 يير ستورم وال50 ييرز، الكلام ده كله مش هتقدر ان انت تحصل عليه في الانفرورك، بس تقدر تعمله سيميليشن يعني بشكل مقبول ككونسبشوال ديزاين. تمام، هذا تكون قناه. شو صح احمد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. فهد مره ثانيه يا باشمهندس، بس في نقطه كبيره نسيت اسالها. تفضل. طيب بالنسبة للمرحلة الأولى في الكونسيبشوال في الماستر بلانينج، تمام؟ أيوة. أنا بستفيد يعني مثلا أنا كرود أور ترانسبورتيشن إنجينير، أنا بستفيد في الكونسيبشوال ديزاين في الماستر بلانينج من الإنفرا وورك، بس في إنه بنزل فيه كل الطرق اللي خططتها مع اللاند يوز بلانينج وبوضح فيها نوع التقاطعات في 3D، وبقدر أعمل زي ترافيك سيميوليشن، دي كل امكانيات الانفرا وورك في مرحله بتاعه الكونسبشوال، ولا في اشياء اخرى يعني ممكن تفيدنا وتوضح لنا اكثر يا باشمهندس؟ طيب انا فهمت سؤالك، بس معلش ممكن تعيده تاني عشان اتاكد ان انت اللي انا اقدر اجاوبك. باشمهندس مهندس احمد، ممكن نعيد السؤال تاني معلش؟ طيب انا هجاوبك على قد ما انا فهمت. اوكي، الانفرووركس امكانياته كبيره، ولكن في الكونسبشوال ديزاين كان انا بعتبر ان الانفرووركس الاداه الاولى لاي حد بيشتغل في الماستر بلاننج. يعني انت عايز تعمل اي تخطيط، انا شفت فيديوهات كثيره جدا حتى الناس متخصصه في الموضوع ده بيلعب بالسايت، بمعنى اصح يعني بيقدر يقسم السايت اللاند يوز البارسلز، بيقدر يبني المدينه كامله في خلال دقائق داخل الانفرووركس. طبعا دي اداه قويه جدا يعني نقدر ان احنا نشوف بيها الموضوع ده. طبعا الامبلمنتيشن بقى بتاع الجي اي اس في الموضوع ده، ودي حاجه احنا هنا هنتكلم فيها. لو فرضا مثلا عندنا مجموعه من محطات الاوتوبيس مثلا او مجموعه من الشوبس او المحلات، انت ممكن تحسب التايم لاين او التايم دوريشن ما بين وصول الشخص من محطه للتانيه مثلا، او الاماكن اللي بيحصل فيها زحمه، او الاماكن بتاعه المحطات اللي بيحصل فيها تكدس، او الاماكن اللي محتاجه نفتح فيها مشروع جديد او نضيف فيها محطه اخرى. ممكن تحصل على الداتا دي من جي اي اس، وبعد ما بتنقل الداتا دي بشكل انفورميشن جرافيكال على الانفرا وركس، اقدر اخد قرار انا احط المشروع ده فين، او احط المكان اللي انا هفتحه ده فين، او المطعم ده هفتحه فين. اذا الانتجريشن ما بين البيم وجي اي اس بيساعدني جدا في مرحله الديسيجن ميكنج، وخصوصا في الكونسبشوال ديزاين او في البلاننج بشكل عام. اتمنى ان انا اكون جاوبتك يا مهندس. باشمهندس احمد. الو. اتفضل. مهندس ايمن، ازي حضرتك؟ مبدئيا شكرا جزيلا على المجهود الرائع في الشرح طبعا، واحنا متابعينك من زمان. انا بس كان استفسار من حضرتك يعني كنصيحه. دلوقتي انا رود ترافيك انجينير، طبعا حضرتك عارف مجال الترافيك من المجالات الكويسه في الوقت اللي احنا فيه الحالي، لانها من المجالات المتطوره عكس الرودز شويه كعلم للطرق، يعني بقاله فتره
كعلم ما فيش فيه تطور كجيومتريك ديزاين. يعني اللي تعودنا كفيرتيكال جيومتري او كهوريزونتال جيومتري او ايا كان فيش فيه تطور كبير. فدلوقتي اي حد بيعمل الشغل بتاع الرودز يعني. لكن بالنسبه للترافيك في تطور كبير في المجال. فانا بس كنت عايز اعرف من حضرتك كوجهه نظر، هل التطرق في الفتره القادمه لمجال الترافيك وان المهندس نفسه كرودز انجينير، انا بكلمك من ناحيه كرودز انجينير، انه يتجه لمجال الترافيك ويتعمق فيه اكتر ام يتجه لمجال البيم؟ ممكن الربط بين الاثنين طبعا، لكن حضرتك عارف مجال الترافيك بيعتمد سواء في انشاء المدن من جديد او كمجال ترانسبورتيشن او كمجال عمل ميتيجيشنز مثلا للاشارات زي ما موجوده في معظم الدول العربيه، او كسكيل صغير كترافيك امباكت ستادز عاديه. فالمجال نفسه متشعب لدرجه انك انت مش هينفع انك انت تاخد الاثنين مع بعض، انك انت تدرس ترافيك وتربطه بالبيم. فانت من وجهه نظرك في المرحله القادمه انك انت تتشعب، انك انت تتعمق في موضوع الترافيك اكتر، ولا تتجه للبيم اكتر كالفتره القادمه؟ يعني خصوصا ان الترافيك دلوقتي منتشر في الدول العربيه جدا، وبرضو لو انت هتتجه للجزء بتاع امريكا او اوروبا، لو انت حابب تحضر دكتوراه تعمل حاجه فيما بعد، فالمجال ده طبعا يعني قادمه بقوه يعني. ف يعني نصيحه حضرتك للموضوع ده ايه يعني؟ شكرا. تمام، شكرا لحضرتك. طبعا ده بيتوقف على انت عايز تبقى ايه يعني. ترانسبورتيشن انجينير، او هنتكلم بقى من البدايه، الترانسبورتيشن بلاننج اللي انت اصلا بتحدد اماكن الطرق دي فين وعدد حارتها والليفل اوف سيرفيس بتاعتها قبل ما تخش على بقى انواع التقاطعات بتاعتها وتحدد الليفل اوف سيرفيس ونوع التقاطع هنا. وبعد كده بعد ده كله بتدي بقى الرود انجينير يعمل له ديتيل ديزاين وهكذا. طبعا انا معاك في نقطه الطرق شويه مش بيحصل لها ابديت، يمكن ديزاين كود من 10 سنوات ما اختلفش كتير، غير الترانسبورتيشن اللي هي دلوقتي فيها انظمه كتيره زي الانتجنت ترانسبورتيشن سيستم وانظمه التحكم الذكيه وهكذا والاي او تي والكلام ده. فانا معاك في النقطه دي، وانا شايف ان اي رود انجينير لازم يبقى عنده باك جراوند في الترافيك، يعني يبقى فاهم النمبرز دي جت منين وايه السايكل اللي بتتم قبل ما هو بيبدا يشتغل في الديزاين. لكن البيم يعني انت كرود انجينير هتشتغل بيم، انت بقى رود انجينير بباك جراوند ترافيك فهتشتغل ترافيك. لكن انت يعني لو عندك فكره عن البيم وبتشتغل سيفل 3 دي وبتشتغل مثلا انفرا وركس، خلاص انت لميت دورك كمهندس بيم سبيشاليست في المشروع بتاعك. خلاص احنا بقى نتجه بقى للترافيك، ان احنا لو هنتعمق في مجال الترافيك يعني نعرف يعني ايه ترافيك ستادي، ازاي بنعملها، البرامج اللي بنشتغل بيها. زي ما احنا قلنا البرامج دي بدات الشركات دي تدخل تقنيه البيم في ال 3 دي موديلنج مثلا، لكن هي محدوده طبعا. فانا شايف ان هي كلها بتكمل بعضها، بس في بيم انجينير مثلا في الرود ودايس اكتر في الكباري، دايس اكتر في اليوتيليتيز، فده تقدر تقول عليه سيفل انجينير او بيم سيفل انجينير. لكن في واحد مثلا طرق بس عنده باك جراوند في الترافيك، ده تقدر تسميه ترانسبورتيشن انجينير. فالتايتل بحكمك يعني، ما ينفعش واحد يشتغل كل حاجه ويبقى عارف كل حاجه، بس كويس انك تبقى عارف عن كل حاجه، يعني تبقى عارف فكره عن كل حاجه، لكن تخصصك تبقى فاهم فيه وبعمق حسب اللي انت هتشتغل فيه وتختاره. اتمنى يكون اختار باشمهندس ايمن. ان شاء الله السؤال باشمهندس احمد. باشمهندس احمد تقريبا كده اخر سؤال يا باشمهندس. الله يكرمك باشمهندس ايمن، وجزاكم الله كل خير، واسفين ان احنا سهرناكم معانا النهارده، وربنا يكرمكم ومنتظرين بقيه المحاضرات ان شاء الله. اتمنى بس الناس تكون استفادت و اكيد طبعا. حبيبي يا باشمهندس، الله يكرمك، الف شكر لحضرتك يا باشمهندس. شكرا.